في حوالي 8 سلايد ولا مانجمنت. اه لكن انا انا عارف انا بس عاوز يعني مثل ما قلنا وصلنا يعني ايه موست كومن كوميتس ذات ار يوز ناو. لا دلوقتي احنا الموضوع اصلا مدروس بسنة ثانية. ممتاز. المحاضرات انا منزلها لكم علشان لو كان في ابديت حاجة. بس. لما هي اصلا تدرسينها في سنة ثانية. مش معقول انا لسه في سنة ثانية ونرجع ندرسها. نمرة اثنين اللي في حاجة جديدة انضافت اللي هي صور بس. بعض الصور الادراكس بتاعت الدايليس برضه عملتها لكم انا. دي برضه حاجة اضافية كده وفيها ثمن. فيها ثمن. نفس الكلام بتاع محمد. الحاجة اللي انت مطلوب منكم اللي هو الخطة والسرابية. بس. يعني السنة دي الخطة بس عشان فيها ابديت عن السنة اللي حاجات بسيطة يعني. يعني هو نفس الفكرة كلها ان طيب هناخد انسولين وطيب تو هتبدا بالاورال وبعدين تدي الانسولين. نفس الفكرة بس تغييرات بسيطة عشان نبقى ابديتنج مع الناس يعني. الناس عملت تغيير برضه احنا بس. لما انت مش مطلوب منك غير الخطة والحالات اللي موجودة. حالات عادية خالص يعني طالما انت عارف الخطة بتحل أي حالة. مش بتحل حالة الحالة اللي عندنا بس لا أي حالة. حد عندي سؤال تاني؟ ممكن انا احسن؟ ماشي براحتك. عشان الست واضح. ايوه حد عنده سؤال تاني؟ حد ارى حاجه مش فاهمها تفرقها قدامه؟ نعم اتفضل. كيف يسبب الدكتور؟ نعم؟ الاكزينوتايتس بانكريتايتس. الاكزينوتايتس كيف ايه؟ بانكريتايتس. بيعمل بانكريتايتس؟ لا هو الميكانيزم مش معروف بس هو بيعمل استيميوليشن للبيتا سيلز. بيعمل استيميوليشن للبروليفريشن. زي ادويه جديده اساسا. فمن الجائز ان الاستيميليشن دوت يعمل ايه؟ يعمل هو والسيتاجليبتين بس اكثرهم اللي هو الاكزينوتايد. انه بيعمل ايه هو الميكانيزم بتاعه؟ انت عارف الاكزينوتايد له اربعه ميكانيزم. ان هو بيعمل زي البريمينتايد بالظبط بيهدي المعده بياخرها الموتيلتي بتاعتها ونهبت الجلوكاجون ونهبت الابوتايد. كلهم زي بعض. البريمينتايد والاكزينوتايد والسيتاجليبتين. بزيد عليهم ايه بقى اللي هو الاكزينوتايد ان هو بيزود الانسولين ريليز. يزود الانسولين ريليز. اكثر من الستاجليبتين. نعم. هل الجليكوسيلاتين بيدخل في تايب 1 تايب 2؟ لا. هو يا اولاد ده كويس سؤال كويس برضه. يعني بصوره عامه احنا عايزين نخلي الجليكوسيلاتين هيموجلوبين اقل من 7%. دي بنت ممتاز. في بعض المدارس اللي هي يعني ستريكت شويه او مور تايت شويه خلي 6.5 بعض المدارس. بس انت لان 6.5 هيصحبها ريبيتد اتاكس وهايبوجليسيميا. فانت لو عملت 7 ممتاز. انت لو بصيت على المرضى دلوقتي في الواقع هتلاقي 8 و9 و10 للاسف يعني للاسف الشديد. مرضى يعني مش طبعا انت عارفين يا اولاد في علاقه ما بين نسبه الجلايكيتد هيموجلوبين ونسبه البروجنوزس. البروجنوزس بتاع المرض يعني المريض يجي له نفروباسي ويجي له ريتينوباسي ويجي له نيوروباسي مرتبطه بقد ايه عنده جلايكيتد هيموجلوبين. كلما ارتفع كلما الراجل ده بريدكتور ان هو هيجي له كومبليكيشن حديثه او قريبه يعني نمره اثنين المرتبط عنده تبقى عاليه في خطوره عليه. حتى خطوره عليه العين بتاعته هتتصاب. لما تلاقي واحد كده الجلوكوز بتاعه 9 و10 اقول له انت مشكله كبيره جدا لابد تظبط الحاجه. وضع معايا يا شباب؟ نعم. الميتفورمين نوت ميتابولايز. الميتفورمين اكسكريتد توتالي عن طريق يعني اللي عنده رينا ما سمحش له فيها ما ياخدوش خالص. صح. طب ايه البديل؟ بس احنا بنعمل اسئله بس لسه ما عملناش كل شيء. نعم. ايه يا دكتور البديل؟ البديل في بايو جلوكازون. بايو جلوكازون. طيب. ده لا البايو جلوكازون كسر في اللبن. احنا هنقول ده كله ما تقلقوش. ما كتبني ولا كتبني. ياخد انسولين. نعم. هنقول الكلام ده ونعمله سمرة. طيب نبدا بقى يا شباب. بسم الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا اول حاجه يا شباب الخطه بتاعتنا يعني لما يجي لك مريض سكر ايه تفكر ايه الخطه اللي في مخك عشان تمشي ازاي انت تمشي معاه؟ هنقول لكم اه بس شويه. انا عندي يا اولاد تايب 1 وتايب 2. تايب 1 انا جمعته لك اهو. طبعا تايب 1 علاجه انسولين. لانه غالبا هيكون شباب وغالبا هيكون سن وبعدين طالما شباب يعني لسه يعني هيعيش مده طويله. طالما يعيش مده طويله يبقى انا لابد اخليه قريب من النورمال. ليه؟ لانه زي ما احنا قلنا دلوقتي انه كل ما كان الجلايكيتد هيموجلوبين عالي كل ما كان البروجنوزس عليه سيفير. فلابد عشان كده ان انا لازم اظبطه قريب من النورمال فلازم يبقى تايب. طيب يعني هو تايب 1 ما عندوش انسولين في البنكرياس.
يبقى لازم ادينه علاجه ايه؟ بالانسولين. ما ينفعش معايا اي اورال هايبوجلايسيميك دراكس، لان الاورال هايبوجلايسيميك دراكس تعتمد على وجود الايه؟ الانسولين. هنا ما فيش انسولين، يبقى لازم ان انا اجيب له ايه؟ انسولين من الخارج. طيب الانسولين انا اعطيه له عندي طريقتين، طريقه تايت والطريقه الكونفنشن. طريقه يعني تحكم جامد، تحكم ممتاز، والطريقه العاديه الكونفنشن دي تفضل لكل الناس اللي هي تايت. ليه؟ لان انت لسه قايل كلما كنت انت مظبط السكر كويس كلما كانت نسبه البروجنوز بتاعته افضل، كلما قلت الكومبليكيشن مايكرو النفروباسي والنيوروباسي والحاجات دي كلها كلما قل، فدي حاجه ممتازه جدا. بس عيبها طبعا ريبيتد اتاكس اوف هايبوجلايسيميا. عشان كده التايت لا تفضل في الناس كبار السن لانه ما يستحملش الهايبوجلايسيميا. الهايبوجلايسيميا في كبار السن مميته، وفي الصغيرين اقل من 12 سنه لا تفضل برضه. ليه؟ لانه الهايبوجلايسيميا عليه تاثر على البرين لانه لسه في مرحله الديفلوب. فالطايت ديت تعملها انت فوق في الناس الادر الحديت الالدر، بعد ما يبقى في سن كبير الناس الاول خلاص ما تدلوش الطايت، ترجع للكونفكشن. واضح يا ولاد؟ في ناس برضه كتير ما يستحملش الطايت لانه الطايت عايزه مالتيبل ديتكشن اوف ذا بلاد شوجر، تقيسه ثلاث اربع مرات في اليوم، او عايزه مالتيبل انجكشنز فمؤلمه شويه. عشان كده برضه ناس كتير اغلب المرضى للاسف يعني يفضلوا ياخدوا الايه؟ الكونفنشن، الطريقه العاديه. انا هبدا بالكونفنشن الطريقه العاديه وبعدين بخش على الطريقه. الطريقه العاديه ايه؟ تدي مرتين انسولين. مرتين كويس انجكشن. المره الواحده فيهم فيها نوعين من الانسولين، يعني الحقنه الواحده بيكسد انسولين. اللي هو عباره عن غالبا مثلا ريجولر مع الام بي اتش. طالما مرتين يبقى ايه؟ ريجولر مع الام بي اتش. ممكن نحط بدل الريجولر الالترا شورت، ممكن. بس اغلب الانسولين الموجود هو ايه يا اولاد؟ الريجولر اللي هو اسمه الشورت مع الام بي اتش. طيب يتاخد ايه؟ يتاخد جرعتين، جرعه الصبح وجرعه في النهار. مريح شويه. طب الجرعه الواحده بتاعت الصبح ديت عباره عن ايه؟ عباره عن تلت والتلتين. فبيسموا البتاع ده احنا قلتها لكم سنه اولى قاعده الثلث والثلثين. التلت ايه؟ ريجولر. والتلتين ام بي اتش. طيب وبالليل نفس الكلام، بس بعض الناس مدفعيه بتاعت بالليل شويه يخلي نص ريجولر والنص ام بي اتش. خلاص يا ولاد؟ طيب الجرعه التوتال كام؟ والله التوتال انت في طيب كام؟ طيب 1. طيب 1 غالبا يا اخوان ما بعديش ال 1 يونت على الكيلو. ليه؟ ما عندوش ريزيستنس. لانك انت كبني ادم بيطلع لك كام وحده في اليوم؟ 40 تقريبا. يعني 40 على واحد وزنه 60 70 كيلو يعني حوالي نص يونت على الكيلو. غالبا احنا بنبدا بنص يونت على الكيلو. نبدا ونزود جراديول كل يومين ثلاثه لحد ما نوصل للموضوع. يبقى انا مثلا بحسب لك انت مثلا هبدا بنص يونت على الكيلو، انت 60 كيلو بقى 30. التلتين اقسمهم ايه يا شباب؟ تلتين الصبح والتلت ايه؟ بالليل. والتلتين بتوع الصبح اقسمهم ايه؟ تلت ريجولر والتلتين وبرده بتقعد بالليل جرعه بالليل نفس الحكايه، التلت والتلت. خلاص؟ عرفنا الكلام؟ دي طريقه سهله. طبعا انا عشان اتابع المريض انا كده هذا الكونفنشن طريقه سهله خالص، حقنتين، حقنه الصبح وميكسد اوريدي. وانتم عارفين ان الريجولر انسولين كود بي ميكسد ويز اني اذر انسولين. ما عدا اللي ما بيحصلهمش ميكسنج معايا حد اللي هو الجلارجين والليتيرين ما تحطهمش معايا حد. لكن الريجولر اصلا جاهز حتى في العبوات اللي هو عندكم في المحاضره بتاعت الصور دي تلاقي واضح جدا. طيب بتابع ازاي؟ انا عايز اشوف الراجل ده كويس الجرعه دي ولا عايز ازود ولا نقص ولا ايه؟ بعرف ازاي؟ انا بحلل يعني في الاول كده اول ما بدي له الدواء خمس مرات. ايه الخمس مرات دول؟ نمره واحد فاصلة مش كده ولا ايه؟ عشان اشوف ايه؟ الانسولين بتاع بالليل. خلي بالك معايا. الانسولين بتاع بالليل عامل ايه؟ ظبط السكر حتى الصباح ولا ما قدرش يظبط مثلا حديت نص الليل بس ولا هعرف ازاي هقيس الصبح؟ احنا عارفين ان حكايه الصبح ديت فيها غش شويه. لو لقيت الجلوكوز عالي ما تسرعش وازود الام بي اتش بتاع بالليل، المفروض اوتوماتيك ازود الام بي اتش بتاع بالليل، بس لا في تكه شويه ان هو ممكن يكون كانت الجرعه زايده، انت عارفين الموضوع اللي هي سوميك فينوم. جرعه كانت زايده لدرجه عملت هايبوجلايسيميا بالليل وهو نايم. وما كان نايم جاله تاكيكارديا وبالبيتيشن وعرق بس ما شعرش هو نايم. فحصل نتيجه للهايبوجلايسيميا حصل استيميليشن ايه؟ للكاونتر ريجوليتوري هرمونز. لما طلعت اللي هو ايه؟ الادرينالين والكورتيزول والجروس الحاجات دي كلها طلعت رفعت الجلوكوز. على بال ما انت جيت تحلل له الصبح وجدت الجلوكوز كام؟ 200. لو انت طبيب مش فاهم كويس هتروح تعمل ايه؟ هزود له لا ما تزود. في الحاله دي بالذات لا انتظر شويه هتعمل تحلل الجلوكوز الساعه كام؟ 3 عشان تتعجل. فعلا ناقص ولا زايد؟ لو كان زايد الساعه 3 وزايد الصبح يبقى الجرعه بتاعت بالليل ايه يا اولاد؟ مش كافيه. هي بتاعت الان بي اتش بتاع بالليل مش كافيه، ازودها شويه.
لو كان ناقص الساعه 3 وزاد الصبح يبقى اقل الجرعه بتاعت الايه بتاعت واضحه دي. هذا اول تحليل. ثاني تحليل قبل اللانش قبل الغداء. طب دي بيقيس ايه؟ بيقيس الشورت بتاع الصبح، لان الشورت بياخد 8 ساعات. فاجي لما اجي اتغدى هو اللي مسيطر على الحته دي، هو اللي بيتحكم في الحته دي، صح؟ طيب وبعدين قبل الدينر اللي هو قبل العشاء يعتبر بيقيس ايه؟ بيقيس الكود من الان بي اتش بتاع الصبح، لان ده اللي بيستمر فتره حوالي 12 14 ساعه. يبقى انا لما بقيس في حاجات معينه هتلاحظوا كلها قبل الاكل. وبقيس في مناطق اوقات معينه علشان اشوف اللي قبله مين اللي مسيطر على الحته دي، مين المسؤول الحته دي؟ ولكن سيرين بتاع الصبح، يبقى دي بتاع الظهر، اقيس الظهر. طب وبالليل قبل الغداء يبقى بتاع الان بي اتش بتاع الصبح. خلاص؟ طب قبل النوم الساعة 12 قبل ما الوالد ينام مثلا او الساعة 12 ده بقيس الشورت بتاع ايه؟ بتاع بالليل. الله ينور عليك. طب والساعة 3 ده مخصوص عشان اشوف البيك بتاع الان بي اتش. البيك بتاع حوالي 8 9 ساعات هو في الفترة دي اشد مما يمكن. فبقيس عشان ايه؟ افويد السوميك ايفنت. خلصنا يا شباب؟ ادى التحليل. بناء على كده ببدا اظبط، اما ازود تاني بقى هتزود، هتزود مش هتمس على 6 من 10 7 من 10 يونت على الكيلو ده في تايب 1. ليه؟ لان الراجل ده ما عندوش ريزيستنس. امتى تزيد؟ هتزيد مؤقتا في حالات الاستريس، لو عنده انفكشن، عنده تروما، عنده ماي كارد انفكشن، اي ستريس هتزيد شويه تبقى واحد، وبعدين ترجع تاني بعد ما تعدي هذا الانفكشن. واضح يا شباب؟ طبعا هذا المريض زي اي مريض انا هقيس له ايه؟ الجلايكيتد هيموجلوبين كل 3 شهور. هدف ايه؟ هدف اخلي الجلايكيتد هيموجلوبين اقل من كام؟ من 7%، لو تقدر 6.5، بس طبعا عايزه متابعه اكتر وعايزه تحليل اكتر وفيها التاكس فايب جلايسيميا اكتر، وقلنا ايه؟ فيها خطوره على ناس كبار السن وعلى الصغير. هذا طيب اللي هو ايه الحاجات اللي هي ايه؟ ايه عيب النظام ده؟ انه فيكسد شويه مش مرن. مش مرن ازاي؟ طب وجبه الغداء ايه رايك فيها؟ لو كان زياده ما عنديش حمد خاطر الشيء بتاعك خلاص. طب لو ما اكلش هيبقى فيها مشكله يعني صعبه شويه. بس الميزه الوحيده بتاعتها ان هي ايه؟ اقل في عدد الانجكشن. هذا الميزه بتاعتها. بس طبعا في التحكم البروجنوزس لا قليل، عشان كده لا تفضل الا في الناس بقى، وللاسف انت هتلاقوا اغلب المرضى اللي انت هتشوفهم ماشيين بهذه الطريقه، لان يقول لك سهله وخلاص ومعقول، يقول لك مثلا الجلايكيتد هيموجلوبين بتاعه 8، يقول لك كويس مش مشكله، احسن من 9 ولا 10. واضح يا ولد؟ عرفت المعنى كونفشنال يعني؟ طيب نيجي بقى في الحاجه اللي هي العالم كله متجه ليها من يوم ما وجدوا انه كلما تتحكم في السكر كويس، كلما كان الجلايكيتد هيموجلوبين اقل من 7 يعني قريب منهم، كلما كان البرد مش طبيعي خالص. طب طبيعي نعمل له ايه؟ عايز انسولين اكتر، يبقى اكتر من مرتين، اكتر من مرتين، يعني كم مره؟ 3 4 5 زي ما انت بتقول. طيب انا عندي والله طريقتين، في طريقه اللي هي البيزر بولس وطريقه الايه؟ المضخه الانسولين كونتينوس سبكوتينيوس انسولين انجكشن. هذا الطريقتين انت عشان تدي اسمه تايت كنترول. ناخد البيزر بولس. البيزر بولس بقلد اللي ربنا سبحانه وتعالى عمل، ان هو ايه؟ ان في حاجه وحده تطلع على طول سواء اكلت ما اكلتش كده، مثلا وحده كل ساعه تقريبا من البنكرياس، فانا بديك حاجه انسولين طويل المفعول يطلع سلولي، ما هو تحت الجل يترسب زي الجلارجين او الديتامين، بيطلع سلولي سلولي سلولي، ده بيمثل البيزا. يبقى لازم احط ايه يا اولاد؟ انسولين طويل المفعول، ده اسمه البيزا. امال ايه البولس؟ البولس انسولين يكون ايه؟ يطلع سريع ساعة ما تاكل يطلع. طب ايه اللي عندي سريع خالص؟ اكتر اشهر. هل ممكن لو ما عنديش الالترا شورت اجيب الشورت؟ بس عيبه اعطي قبل الوجبه بايه؟ بنص ساعه. لكن الالترا شورت على طول ممكن، حتى لو انت نسيت تاخده واكل ممكن تلحق نفسك تاخد حقنه اصباب او ليسبور او جلولايزين. عندي 3 اصناف من الالترا شورت. طب الجرعه كام بوزعها؟ كام برضه بحسب الجرعه؟ نص يونت على الكيلو بوزعها 50% بيزل و50% الترا شورت. طب ال 50% الالترا شورت يعني مثلا عندي 30 واحد او 40 واحد، يبقى 20 جلارجين و20 ايه؟ الترا شورت. يتوزع على كام وجبه؟ 3 وجبات. بس تبع الحجم الوجبه اللي عندك. يعني مثلا انا عندي 20 واحد. خلاص؟ انا بفطر افطار بسيط. خلاص اخد 5 مع الفطار. انا اللي انا بكرر لنفسي. انا هاكل حاجه بس ساندوتش بس خلاص، 5 وحدات مع شاي مع حليب كده. اجي الغداء مثلا كبير. الغداء في الدول الاوروبيه بسيط، اللانش خفيف. واخدين بالكم ايه؟ عشان احنا بس ايه؟ ما نتلخبطش. اللانش عندنا كبير، الغداء بتاعنا هو الوجبه الرئيسيه، فيبقى اخلي 10 في الغداء. العشاء بسيط، يبقى اخلي 5، يبقى 5 و10 و5 وهكذا. افرض انت مش هتتغدى ما تاخدش. فاذا ميزه هذا النظام انه فليكسبل. ميزه هذا النظام انه ايه يا ولاد؟ اداك الجرعه البيزل وساب لك الالترا شورت عند اللزوم. ما اكلتش ما تاخدش. اكلت كتير خد جرعه كبيره.
اكل بسيط خد جرعه صغيره ففليكسبل شويه دي الميزه بتاعته وبتحكم السكر احسن خلي لك الجلوبين اقل من 7 زي ما انت عايز دي الميزه بتاعته بس عيبه ايه بقى هايبوجلايسيميا كتير وعايز مالتيبل انجكشن انت تاخد كام مره دلوقتي ادى الجلوبين ما بيخلطش معايا حاجه هذا نمره واحد هذا حكم بعدين ثلاث حكم بعد ثلاث وجبات صح يبقى كام حكم دلوقتي 4 على الاقل على الاقل 3 يبقى 3 الى 4 حكم اللي هو الطريقه الثانيه هو بتاعه الكونتينوس سبكوتينس انسولين ده بياخد الالترا شورت بس خلي بالكم معايا وهو نفس الجهاز بيديك البيزا او بيديك البولس من نوع واحد بس لكن انا ما عملت هنا يا اولاد عملت بيزا البولس انا عملته بنفسي جبت نوع جلارجين ونوع ايه الترا شورت صح كده ولا مش صح ولكن اللي هو الكونتينوس سبكوتينس انسولين بعمله ازاي انا بحط في الجهاز المضخه فيها ليسبرو بس هي المضخه مبرمجه بتطلع لي وحده كل ساعه من مين من نسبه وبعدين ساعه الاكل هي ما انا ببرمجه مثلا بتك على زرار تديني 6 وحدات هي اللي بتطلع 6 وحدات هي نفسها تدي بيزا البروس من نفس النوع واضح معايا وطبعا المضخه فيها يعني فيها لها عيوب برضه ممكن الخرطوم بتاعها يقفل ممكن كان فيكشن كل حاجه لها عيوب ولكنها برضه من امثل الطرق عشان تظبط الايه توصل للجولد عرفنا يا شباب هذا نظام طيب ولا فيش فيه اي مشكله طيب السؤال الثاني هل استخدم اي دواء ثاني غير دول لا هم دول بس هناك دواء من الممكن اما تلاقي جرعه الانسولين زادت شويه اللي انت محتاجها زادت شويه عايز تقلل جرعه الانسولين اللي هو دواء اسمه ايه برامولين تايد من البرامولين تايد ده انا بسميه سند الانسولين بيساعده ازاي بيقلل حركيه المعده انهبت الجلوكاجون واضح يا اولاد انهبت الابيتايد بس عيبه ايه انه بالانجكشن يبقى مش معقول المريض هديله 4 انجكشن وارجع اديله كمان 3 انجكشن كمان لا صعبه جدا عشان كده يعني برامين تايد اهو حاجه بس نعرفها بس. واضح يا اولاد خلاص هذا طيب ما فيش اي مشكله نعم اتفضل جارجين والالترا شورت هذا السلايد الاول ده احمد الثاني بص يا اولاد الجلارجين كم جرعه ده طويل المفهوم في بديل اللي هو الديتامير هو نفسه بس مرتين هو نفسه والان بي اتش ينفع بس عيب الان بي اتش بيحكم مرتين في اليوم مره ما تكفيش لانه شورت شويه الجلارجين بيكفي 24 ساعه الديتامير برضه يحكم مرتين يبقى الوحيد لو اتسالت سؤال مين الدواء الوحيد اللي يحكم مره واحده هو مين؟ الجلارجين انا قلت يا اخي الحاجات بيزل بولس قلت 20% 50% بيزل 50% بولس 50% بيزل و 50% بولس كم يعني؟ شوف انت بتحسب الجرعه باليونت على الكيلو نص يونت على الكيلو يعني مثلا واحد 70 كيلو ونص يرضي يبقى 35 واضح انا قلت كده ماشي هات التايب 2 بقى احمد نجيب تايب 2 تايب 2 يا شباب طبعا راجل عكس دوك غالبا هيكون كبير في السن معدي ال 40 وبيكون اوبيس بيكون ايه يا شباب؟ اوبيس وبيكون عنده مشكلته ريزيستنس هو عنده انسولين وعنده البنكرياس بيطلع انسولين فانا محتاج ان اعمل له نمره واحد المشكله الرئيسيه بتاعته ريزيستنس فلازم ابدا بالسنسيتايزر. طب واحد يسالني سؤال طب افرض كان المريض نحيف مش اوبيز برضه تبدا بالسنسيتايزر وجدوه مفيد حتى في النحيف لانه عنده ريزيستنس. واضح يا ولاد؟ طيب بس قبل ما ابدا بعلاج المرض انا عندي فكره انت بتعالج مرض ولا مريض؟ مرض بعالج مريض بعالج مريض سوري مش بعالج السكر يعني انا بعالج مريض عنده سكر. طيب المريض ده لما بيموت والعز بالله بيموت بايه؟ كارديو باسكولار فعشان كده انت لما بتعالج مريض بص للكاردو فاسكولار قبل ما تبص للسكر بص يا اخي الحاجات المهمه الاول والله ظبط له الضغط ظبط له الدهون امنع السموك ادي له حاجه تقلل المورتاليتي ادي له حاجتين دوايين ما ننساهمش اسبرين واستاتين ولا سيما في المرضى فوق 45 شفت انا ما ببص ليه الاول انا قلت دول الاول ليه يا ولاد عشان ما ننساهمش لان دول مهمين اصل السكر خلاص ما احنا هنبدا برنامج السكر دلوقتي بس الحاجات دي هتتنسي لا اظبط له الضغط وظبط له الدهون الجول بتاعه ال دي ال اقل من 100 والنان اتش دي ال اقل من 130 عارفين الكلام بتاع الدسلم ده وبعدين ادي له انتي بليتلت وامنع التدخين لان التدخين مضر عليه جدا كارثه على مريض السكر فان عنده كل حاجه بايظه الانجيوبس والفروبس الدنيا كلها بايظه مش معقول ياخد يدخن كمان ويزود الريسك على نفسه ده طبعا لا وبعدين بحسن اللايف ستايل بتاعته في الدايت ما فيش وقت نتكلم على الدايت والاكسرسايز على الاقل 150 دقيقه ماشي جاد ايروبيك اكسرسايز في الاسبوع 150 دقيقة بالاسبوع يعني لو كل يوم نص ساعة او حتى ساعة ما في اي مشكلة ابدا بقلل الوزن ويكفيكم تعرفوا انه ما تقلل الوزن كيلو بتقلل الريسك على المريض 5%
المورتاليتي، وحتى لو ما كانش لو هو بري دايابيتك بتقلل الريسك ان يجيله سكر بنسبه 5% كيلو واحد، كل ما بنقص كيلو كمان يبقى 10% اقل، يعني استفاد فايده عظيمه جدا. يعني اقدر اقول لكم يا اولاد بالمناسبه ان الناس الاوبيس خالص موربيد اوبيزيتي اللي هم البودي ماس اندكس اكثر من 35 ده طبعا الاكسرسايز والحاجات دي مش تنفع ولا الدايت احسن حل يعمل عمل. وجدوا ان هذول عمليه سبحان الله تمنع مرض السكر من عنده، تشفي من مرض السكر خالص، وتقلل المورتاليتي بنسبه عاليه. انا كاتب عندكم النسب 80% 90% بارياتريك سيرجري، دي حاجه جميله وحديثه لازم نفهمها من دلوقتي عشان ما نضيعش وقت مع المريض. لو المريض موربيد اوبيزيتي البودي ماس اندكس بتاعته اكثر من 35 وكده، لا ولا اكسرسايز جايب نتيجه ولا دايت جايب نتيجه، قول له اعمل عمليه هتتحسن، ولا هتحتاج دواء سكر ولا هيحصل لك اي حاجه، هتبقى زي الفل. وصدق رسول الله انه هي المعده بيت انتهى، المعده اربط المعده خلاص انتهت، قص المعده انتهت العمليه. واضح يا اولاد؟ باي باس يعني خلي الاكل ما يمرش عنك خلاص انتهت العمليه. هذا ايه عشان نخلص من موضوع اللايف ستايل وخلصنا. طيب لو كان المريض يعني اوبيس خفيف قد ما سن 25 26 يعني اوفر ويت او كده، ده جدا اعمل له اللي هو اللايف ستايل، هو الدايت والاكسرسايز والحاجات دي كلها. طيب هو بعدين بدي له فرصه ولا شفت انا اديته فرصه لانه السكر بتاعه يعني كده كده الهيموجلوبين بتاعه مثلا 7.5 قريب من 7 او 8 حاجه، والبودي ماس اندكس بتاعه 26، ما تتسرعش بالدواء ده لايف ستايل. بس لايف ستايل كام حدودي انا؟ 3 شهور يبقى الدايت والاكسرسايز والحاجات بتاعت الضغط والحاجات دي بظبطها له واسيبه 3 شهور. بعد 3 شهور بشوف له الجلايكيتد هيموجلوبين وصل 7 خلاص ما محتاج اي دواء. واضح يا بنات الكلام؟ اذا في عندي الحاج الخطه الحديثه بقى عدنا بنبص للجلايكيتد هيموجلوبين. الحديث يا اولاد كان زمان الجلايكيتد هيموجلوبين لسه مش واضح، دلوقتي عاد واضح في التشخيص. الحاجات الحديثه دلوقتي عاد بيشخصوا السكر من الجلايكيتد هيموجلوبين، اللي عدى 6.5 يبقى عنده سكر. كنا زمان ما يعترفوش بكده، لا دلوقتي اللي عنده ايه؟ 6.5 جلايكيتد هيموجلوبين نبدا نقول عليه ايه؟ بدا يبقى دايت. عشان كده برضه المريض لما يكون اقل من 7 ما محتاج دواء. لايف ستايل بس. ممكن تعديه سنوات لايف ستايل بس. طيب اكثر من 7 بعمل لايف ستايل عادي، بعدين اضيف له الدواء المحترم هو مين؟ الميتفر. بس قبل ما اوصف الميتفر مين لازم احلله يا شباب؟ الكلى. كلى سليمه خلاص. واخد بالي من الناس كبار السن. وما يكونش اكتب جنبه برضه ما يكونش عنده فيليرز، اي فيلير مش الكلى بس بقى. لو عنده ليفر فيل، عنده هارت فيل، عنده سي او بي دي او عنده كرونيك الكحوليزم ده ممنوع عليه. قال ايه؟ طبعا او حاجات ستريس يعني مثلا هيخش في جراحه هيخش في انفكشن، معروفه الحاجات دي. الاورال كله يبطل على طول ساعه الاستريس كله يبطل اورال. اورال ده مؤكد. نرجع للاصل اللي هو الانسولين. حتى النغم ان هو طيب تو. واضح يا شباب الكلام؟ طيب يبقى انا ببدا بقول الظروف عاديه ببدا بالميتفورمين، الجرعه بتاعته 500، زود كل اسبوع 500 حتى اصل الجرعه الماكسيمم 3000. الجرعه الماكسيمم يعني 3 جرام. اهم سايد افكت للنوزيا والفوميتنج والجي اي تي والحاجات. اوكي مشيت وصلت للجول بتاعي خلاص، ده انك ماشي على كده سنوات. بس خد بالك الكرونيك يوز اوف ميتفورمين ممكن يعمل بي 12 ديفيشنسي. فلو يعني المريض ممكن تديله ايه؟ بي 12 انجكشن مثلا كل كام شهر كده علشان افويد الديفيرال نيوروباس. انت يلخبطك تقول ده مش السكر، لا مش من السكر، هو من الميتفورمين. خلصنا الميتفورمين. الامور ما اتحسناش، ما وصلتش للسبعه اللي انت عايزها، تبدا تضيف له دواء من مجموعه ثانيه. ما يكونش نفس الميكانيزم. ما يكونش نفس الميكانيزم، اضيف له ايه؟ والله انا عندي مجموعات كتير جدا. انا عندي نمره واحد مثلا سلف. عندي البايوجلوتازون هو سنسيتايز يصح ده وده ما فيش اي مشكله. المريض عنده ريزيستنس، يعني بايوجلوتازون مع ميتفورم ما فيش مشكله. سلف مع البايوجلوتازون مع الميتفورم ما فيش مشكله. جليبتين زي السيتا جليبتين اللي هو ايه؟ داي بيبتيدايد بيبتيدز انهبتس من الكريتينز. حاجه جميله جدا وحديثه وظريفه جدا. او الاكزيناتايد اللي هو جلوكاجون لايك بيبتيد 1. هات اي واحد من دول بنضيف له ونمشي برضه مده طويله مع المتابعه. خلاص وصلنا للجول بتاعنا، خلينا ماشيين على كده مع اللايف ستايل. ما وصلناش لكده ابدا اضيف حاجه ثالثه يا اولاد. يعني مثلا ممكن الميتفورمين وبعدين بدات بسلفه ممكن جليتازون معاه او ميتفورمين او سلفه ومعاه سيتا جليبتين مثلا وهكذا اضيف. ما نفعش الحاجات ديت ممكن اضيف من البدايه وده احد المدارس انسولين. زي مثلا هو بيقول لك انت مش الهايبوثايروديزم بتعالجها ازاي؟ بالثايروكس. طب هنا دي برضه ما عندوش انسولين فتعالجه بايه؟ ايه اللي مش مخليك تدي انسولين من البدايه؟ عشان انجكشن.
يعني صدقوني لو كان الانسولين زي السيروكسين كان خلاص، ولا في حاجه اسمها ميتفورمين، ولا في حاجه اسمها سلفا، ولا اي دواء اورال له لازمه. صح يا شباب؟ لو كان بس بيتاخد اورال. اللي عامل المشكله اللي بنلجا للاورال في تايب 2 ان المريض عنده انسولين، فممكن ادي له حاجه تحفز ريليز اوف انسولين او حاجه تقلل الريزيستنس، بس هذا اللي مخلينا. فممكن تبدا بالانسولين بيزل. تبدا بالانسولين ايه يا اولاد بيزل؟ وانا عايز اقول لكم خطه الانسولين في تايب 2. احنا قفلنا خطه الانسولين في تايب 1، ما عنديش الا حلين، تو انجكشن مالتيبل انجكشن بس، تايب كنترول كونفشنال كنترول. اما تايب 2 فجراديوال، ببدا مثلا بدي مثلا بدواء متفارم، وبعدين اضيف له وانس ديلي بيزل انسولين. البيزل هنا يصح يكون ان بي اتش، يصح يكون ديتامير، يصح يكون جلارجين، اي واحد من دول مره واحده بس، وبياخد في النهار مثلا ميتفارم. هذا طريق ما جابتش نتيجه، ما وصلتش للهدف بتاعي، اخليه توايس. اجيب بقى اللي هو ايه زي التويس بتاع تايب 1 اللي هو ايه ريجولار مع ان بي اتش الصبح واخر النهار، وفي النهار برضه ياخد ميتفارم. ليه بياخد ميتفارم؟ عشان الريزيستنس. طب ما نفع بعمل بيزل بولس برضه معاهم ميتفورمين، وخاصه اذا الجرعه عدت. احنا قلنا مثلا جرعه الانسولين في تايب 1 نص يونت على الكيل، هنا تصل الى 2.5 يونت على الكيل. فاذا الجرعه كبيره عدت ال 100 150 يونت في اليوم، لازم اضيف برضه ايه السنسيتايزر من ميتفورمين. يعني ملخص الكلام ده يا ولد، ببدا بميتفورمين وبنتهي ببيزل بولس. طب ما انت ايه الفرق بين تايب 1 وتايب 2؟ هنا البيزل بولس معاه سنسيتايزر، لانه جرعه الانسولين هنا كبيره. واضح يا شباب؟ طب ليه ما بتبداش ببيزل بولس؟ عشان انجكشن بس، مش عشان حاجه، مش حاجه اكتر من كده. ثانيا انا المريض عندي بيكون ايه؟ يعني في الاولد ايج شويه، ممكن يكون كبير في السن، بخاف عليه من التايب كنترول، ببدا بالحاجات دي العاديه. وعندي مشكله سبب ثاني اللي هو الريزيستنس. عنده ريزيستنس، وانا لو اعطيت انسولين يا اولاد الواحد اوبيز هيحتاج جرعه كبيره. والانسولين من ضمن السايد افكت بيزود الوزن. صح ولا مش صح؟ من ضمن السايد افكت يزود الوزن ويعمل له هايدروجليسيميا. عشان كده وجود الميتفورمين معاه او السنسيتايزر هام جدا، هينفعني في الاد نمره واحد، هيقلل جرعه الانسولين، يبقى قلل السايد افكت اللي هي زياده الوزن والهايبوجلايسيميا. واضح يا شباب الكلام ده؟ نمره اثنين، انه نفس الانسولين لما بزيد في الجرعه بتاعت هايبر انسولينيميا لها سايد افكت اخرى. يكفيكم انتوا تعرفوا ان السيدات الاوبيز اللي عندهم هايبر انسولينيميا بيجي لهم اورام، كانسر اوفري وكانسر بريست وكانسر كولون من الهايبر انسولينيميا. يعني ما تفرحش ان انت الانسولين بتاعك عالي، ده دي ضرر، ده دي مشكله. ده هو مريض السكر مشكلته كده، يكون في البدايه ما بيكونش عنده نقص في الانسولين، ده بيكون عنده هايبر، بس المشكله في ايه؟ في الريزيستنس. خلاص يا شباب؟ مش كده؟ النصائح العامه دي بقى، النصائح العامه طبعا يا شباب المتابعه احنا قلناها. ممكن في بعض المرضى الكبار كبار السن في تايب 1 ممكن تديهم الشورت بس او الالترا شورت بس قبل الوجبات. ليه؟ لانه غير منتظم الوجبات، ولما بديله انسولين طويل المفعول وكوز الان بي اتش ممكن يجيب له هايبوجلايسيميا. وانا قلت لكم الهايبوجلايسيميا في ناس كبار السن ممكن تعمل ايه؟ تضر، زود المرتبة. طبعا برضه في تايب 2 في المرضى كبار السن، تايب 2 في المرضى كبار السن عايز تديله اورال، بلاش السلفة طويلة المفعول. صح؟ نفس الفكرة زي الجلايبين كلامات، خطر عليه. الكلوروبروبامات خلاص لا يستخدم تقريبا الا في الدياليسيس سيرفيس. ولكن الجلايبين كلامات للاسف الشديد اللي هو الدوانين يا اولاد، مرضى كتير كبار سن يستخدموا، ده خطر. لانه ليه متابولايز، هو اصلا فيري لونج هاف لايف 24 ساعة، ولو عمل هايبوجلايسيميا المريض ممكن يبقى خطر. لا اديله حاجة شورت. اما تديله جلايكوليزايد او الجليبيزايد من السلفة، او تديله ايه يا اولاد؟ ريباجلينايد. الريباجلينايد ده ابن عم السالفة، بطلع انسولين بس الشرط دي حتى يؤخذ مع الوجبة. ريباجلينايد خلاص انسولين يعني ايه سكريتوجول. في حالة الرينال طبعا ابتعد عن الايه؟ ممكن نديله سنسيتايزر مكانه ايه؟ بايبوتازول. خلاص؟ طيب في حالة الهارت فيلير يمنع البايبوتازول ويمنع المدفار، يبقى اشوف الجلينايد واشوف السالفة. هذه الحالات لان لما يجي لك المريض طبعا زي ما قلت لكم ان مريض السكر غالبا كارديو فاسكولار، فمش هيجي لك مريض سكر صافي كده، لا هتلاقي القلب تعبان، عنده ضغط طبعا اكيد، عنده الكليه تعبانه، عنده الليفر، ممكن يكون الليفر تعبان، تاخد بالك عشان هو ده الشغل. يعني هو يعني اي حد يكتب دواء سكر، بس المين وايه؟ امتى بالظبط؟ هو ده اللي احنا عايزين تعرفوه ان شاء الله. طبعا حاجات لكم كلام عام بقى، كل الانسولين المائي اللي هو الكلير ها يحقن انترافينوس،
بيحكي الانتر ماسكو بيحكي انتر كيتاني ما عدا مين اولاد ما عدا الكلارجين هو رايك صحيح ايه معنى رايك وعكر هكر يعني في ماده اضافيه عشان تطول مفعول يعني هو كان شورت اساسا بس حطوا عليه زنك حطوا عليه بروتامين فهمت يا اولاد فما ينفعش انت رفيع طالما عكر يعني زي الحليب ما ينفعش انت رفيع خلاص لو زي ان بي اتش والحاجات دي كلها رايك يبقى احتمال يكون شورت يكون الترا شورت عادي خالص يحكم باي طريقه ما عدا مين الديتيمير وما عدا الكلارجين لا لابد ان يحكم سب كدينس لان هو مصمم على كده الكلارجين يا اولاد مصمم ان هو ما يتحك ان هو اصلا اسيدك يتحكم في pH 7.4 يترسب على شرح عندكم السلايدات اما يترسب يمتص سلول 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 بس من هكسامير الى دايمير الى مونومير وبعدين يمتص هذا فبياخد وقت شويه هذا الفكره كلها فانت بوظت الدنيا اما حكمت وانتر فينس انت بايه الفكره بتاعتك طيب طب ما تدي شورت لو انت عايز حاجه سريعه يعني انت واخد دواء يترسب في الدم طب انت عملت ايه ما فيش مفهوم يا جماعه الكلام يبقى خطا مش مظبوط عادي ولا حتى انت ماسك لازم سبكتينس ال خلاص طبعا احنا قلنا الديتيمير والبلارجين ما يحكمون لا يخلطوا مع انسولين اخر عشان ظروفهم الالترا شورت والشورت يخلطوا مع اي حاجه ما عدا الجماعه اللي هم احنا قلناهم دول الديتيمير و لما يخلطوا مع الان بي اتش يعني تحط شورت مع الان بي اتش نفس السرنجه لو عايز تعمل انت الخلطه بنفسك ده طبعا الطريقه الفسيولوجيه لاعطاء الانسولين هي اي بي ليه خلي بالكم معايا واحد يسالك يقول مثلا لو مريض سكر وظبط السكر 100% هل يبقى طبيعي لا ليه شوف انت بتاخد انسولين ازاي بتاخده سيستميك طب ربنا اعطاه لك ازاي يبقى عشان تبقى طبيعي حاول تدي الانسولين مرعبه ليه يا اولاد لانه الليفر هو مركز بتاع الجلوكوز صح ولا مش صح الجلايكوجين وتصنيع الجلايكوجين والجلايكوجين والجلوكونيوجين كل حاجه فهو لازم يمر عليه ده الليفر يعني ياخد يطلع من البنكرياس يمر عليه فعشان كده عشان تقلد الطريقه الطبيعيه دي تدي له ايه اي بي طبعا صعبه اي بي طبعا برضو ما تحطش الاكربوز والميتفورمين مع بعض ليه هما اللي بيعملوا جهاز رهيبه وخاصه مرضى الكولون مرضى الكولون الريتاب الكولون والدايريا والحاجات ديت منها هذا الخطه العامه يا شباب للدايريز حد حد عنده اي استفسار في الحاجات دي نعم طيب نعم عبد الله تفضل كنت سمعت طريقه المور فيسيولوجيكال اي بي انتر بريتونيه لا في تحت الباسل بريتونين زائد يعني الطريقه اللي هي ايه مش فيسيولوجيه الطريقه الامثل لتنظيم السكر هي البيزر بولز زي ما احنا قلنا بيزر بولز بيزر مالتيبل انجكشن طيب بص على الاسئله دي بسرعه كده يا شباب كده احنا نبدا بس عشان بقول لك which of the following is beakless is a beakless insulin ايه اللي مالوش بيك دي انسولين بلاك دي ممتاز طيب ايه الفايده اللي انت استفدتها من كده تايم كنترول نعم لا هي الفايده ان هم مالوش بيك يعني ماشي كده على طول ما اخش في هايبرجليسيميا صح لو عمل هايبرجليسيميا تبقى جامده ولا بسيطه لا تكون بسيطه بسيط طب اديني مثال لواحد له بيك كده طويل المفعول له بيك بيك عاليه كده الام بي اتش صح الام بي اتش طب ايهما يعمل هاي بلاسينيا اكتر الام بي اتش ولا الكلارجين الام بي اتش الام بي اتش صحيح طب وديت امير ايه رايك نفس الكلام اقل هاي اقل هاي بلاسينيا هو انترميديت يا اولاد خلي بالكم معايا بين الكلارجين وبين الممتاز السؤال اللي بعدين ايهما يعني سريع الانسولين بتاعه سريع من الانسولينات دي ايهم اسرع واحد يعني يخفض لك السكر بسرعه كده اسبارت الاسبارت برافو عليك ده من انا كاتيجوري من فكره الالترا شورت بيبدا في خلال قد ايه 5 minutes صح دي اسرع واحد طب مين ابطا واحد متاخر خالص الجلارجين والام بي اتش متاخر طب ليه الجلارجين متاخر في النهايه كانتك حبه كده كانتك لانه بترسب وبعدين يمتص ممتازه اللي بعديها طيب which of the following anti diabetic drugs is not metabolized لا المتفورمين ما لو بيخرج عن طريق الكدني
طيب لما اقول لك واحد ماشي على ميتفورمين كيف تتابعه؟ الميتفورمين بقى بين الفانكشن كله قد ايه مثلا؟ في البداية طبعا وبعد كده ممكن كل 3 شهور طبعا الحالة لو حالة الكلية كويسة خلاص. طب انا اقول لك حالة افضل كده، لو مريض هيروح يعمل اشعة بالصبغة. اشعة بالصبغة انت عارفين الاشعة بالصبغة بتطلع عن طريق ايه؟ الكلى. وممكن تعمل temporary renal failure renal impairment. هذا المريض بياخد ميتفورمين، تنصح يوقف الميتفورمين حد ما الصبغة دي تطلع من جسمه ولا يستمر عادي؟ مش مشكلة لازم يوقف يوم ما ياخد الصبغة ما ياخدش ميتفورمين. طب متى يستأنف الميتفورمين؟ هتكون يصل حوالي 2 تشهر. ممتاز استاذ عبد الله، خلاص ممتاز عبد الله. رقم كم عبد الله؟ 69. ممتاز عبد الله، مش هتاخد 10 تن لو تعمل. طيب اللي بعدين اتفضل، اللي عايز اتفضل تعالى هنا شوف اللي بعديه يا ابني كده. سؤال بقول لك ايه؟ 64 year old woman عندها history of type 2 diagnosed عندها heart failure. طب هي type 2؟ طيب لازم اعرف انا حل المساله، احط خط على type 2 عشان اقول ادويه type 2 وعندها heart failure. Which of the following medication would be a poor choice؟ اللي من الادويه ديت مش جيد ليها؟ دواء سكر طبعا، اللي هو مين؟ صح ممتاز. ليه البايوكتازوم ممنوع في الهارت فيلير؟ نعم بيعمل صوت اند ووتر. ممتاز ممتاز جدا. طب تعرف ليه بيعمل صوت اند ووتر ريتنشن؟ لانه لا بيعمل سنسيتايزيشن للانسولين، بيزود الانسولين اصلا بيحجز الميه والملح. ممتاز من الكوليكتنج تيوبز شاطر. طب ايه الدواء الثاني الممنوع في الهارت فيلير؟ الميتفورمين. صح الميتفورمين ممنوع. ممتاز. طب هذا اللي بعد. طب ليه الميتفورمين ممنوع في الهارت فيلير؟ لا هو الميتفورمين ممنوع في الهارت فيلير عشان ايه يا ولاد؟ لاكتيك لانه عنده هارت فيلير يبقى عنده ايه؟ هيبوكسي. اي حاله هيبوكسي. طب تعرف تقول لي ايه الكونتر اندكيشن الثاني للهارت فيلير غير احنا قلنا سوري كونتر اندكيشن للميتفورمين الثاني غير الهارت فيلير؟ كدني فيلير صح؟ اي فيلير صح؟ والتشيست فيلير ولسه قايلين دلوقتي اللي واخد ايه؟ عمل اشعه بالصبغه والكرونيكال كويس. اي حاله تؤدي الى ايه؟ تؤدي الى لاكتيك اسيدوز او هيبوكسيا صح. وبعديها لا والله انا خلصت دي 69 year old دي مريضه برضه 69 سنه وتايب 2 وعنده كرونيك كيدني ديزيز. غالبا المرضى الكبار في السن وعنده سكر رغم المده بيكون بعد 20 سنه كل كليه تعب. طيب ايه بقى السؤال بقول لك ايه؟ ميتفورمين. خلاص قلنا صح مظبوط. طيب السؤال اللي بعدين which of the following drugs of diabetes would be least like to cause weight gain? يعني ايه اللي ما بيزودش الوزن؟ هو فكره زياده الوزن نتيجه لايه؟ الانسولين. نتيجه زياده الانسولين. برافو عليك. يعني اذا الدواء اللي هيزود الوزن لابد يكون يزود الانسولين. بص بقى مين اللي ما بيزودش الانسولين هنا بقى او اكلهم؟ لا ليه؟ ليه راجل تايت؟ لانه يعمل ويت لوس لانه يقلل ابيتايت. ايوه ممتاز. لانه ده هو صحيح بيطلع انسولين بس له حاجه ثانيه ديليك اسفوس. برافو عليك ممتاز جدا. طيب انا اخر سؤال لك بقى، كل الادويه اللي بتاعت السكر هي ممكن برضه تحافظ على الوزن او تقلل الوزن. انت قلت واحد اهو ميتفورمين. صح ميتفورمين ممتاز. ليه الميتفورمين بيقلل الوزن؟ سبريس الابيتايت. صح وده اللي رجله تايت اللي هو اكزينا تايت ابن عمه. مين ثاني؟ نعم الكربوز. ماشي صح ما بيزودش الوزن فعلا. ايه كمان انت تفكر اي دواء؟ طيب ايه رايك في البايوجليتازون؟ طب البايوجليتازون ما بيطلعش ما بيطلعش انسولين، هل يزود الوزن ولا يقلل؟ يزود الوزن. طب ليه؟ لا شيء اود تسوي ذا التنشن صح ويزود الاسيستيف للفات. السلام عليك. صدق قول يا شباب رقمك كام؟ ممتاز يا شاطر. خلاص اللي بعديه خش يا شباب. ممتاز يا محمد اديك 10. طيب مين اللي هيخش؟ اتفضل شوف السؤال ده. البيشنت مش تايب 2 بياخد ميتفورمين الفاستنج جلوكوز طبيعي ولكن البوست برانديال از ان كنترول. يبقى مشكلته المريض ايه؟ بوست برانديال. عايز دواء يتحكم في البوست برانديال بس مين اللي في البوست برانديال؟ اول اوف ذا فولوينج دراكس وود بي ابروبريت تو اد تو ميتفورمين تو تارجت ما عدا واحده. هو السؤال ده مش مظبوط شويه. هناخدها واحد واحد. يعني هو السؤال ده اسمه كيف؟ علي. يا علي
السؤال ده عايز اقول لك يعني لو عندك مشكله المريض هو البوست بتاعك على فكره في مرضى كتير جدا يا ولد كان طيب طول يبقى الفاستنج بتاعه لك كويس التحليل بتاع الفاستنج 100 110 ماشي لكن مشكلته ساعه ما ياكل تلاقي السكر ايه 200 يبقى ده اسمه البوست براند واضح يا ولاد ده فهو السؤال بيقول لك ايه الادويه اللي انت عايز تتحكم في البوست براند ده تتبعها له تكون تشتغل شورت صح تكون بتشتغل فتره قصيره عشان ما تطولش توصل للفرق بص ان واحد 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 كده علي الاسبر ايه رايك فيه لا يعني لا يتحكم في البوست براند ولا ما يتحكمش قلت الفكره ان الدواء يكون شورت ما يتحكم صح كم ساعه الاسبر 5 ساعات يعني برضه كويس تمام الاكزينا تايب ده ما يتحكم ليه برضه هو بيشتغل بوست براند يعني بص في الميكانيزم بتاعه صح يرفع السنين لما ياخر المعده ياخر حركه المعده بيقلل البوست براند ولا لا صح ولا مش صح ونابت الابوتايد ونابت الجلوكاجون يبقى ياخر بوست براند ولا لا ينفع ولا ما ينفعش صح رغم ان انا مش بديه قبل الوجبه على طول يعني ممكن مرتين في اليوم الاكزينا تايب ولكن رغم ذلك يا اولاد ممتاز جدا في البوست براند طيب ناخد تالي بريمينين تايب نفس الفكر ينفع بقلل حركيه المعده يبقى اذا ينفع بالبوست براند الاسبار ينفع ما الاسبار زي الاسبر طب الريبجلينايت ينفع ينفع دول كلهم السؤال دي فيه خطا يبقى دول كلهم ينفعوا يا اولاد لو انت يعني قال لك فاضل ما بينهم ممكن نقول ده افضل من ده او ده بس هم كلهم ينفعوا ايه بوست براند خلاص نعم استخدم على الفورمين البرامين تايب البرامين تايب يدفع مع الانسولين لو كان السؤال اللي احنا لا بنتكلم بسرعه عامه دكتور هو زي لا لا لو كان تايب 2 تبقى برامين تايب ما تكتبوش لما يكون معاك يا اولاد لانه هدفه كده يقلل جرعه الانسولين نعم اللي هو دايبيز تايب 2 ونستخدم احسن شيء ريبجلينايت لا انا دلوقتي هو بقول لك انا بياخد ميتفورمين فانت مش هتكتب معاه برامين تايب ماشي هذا اللي سؤال بعدين Which of the following anti-diabetic drugs can induce pancreatitis? Exenatide. Exenatide. من أنا عيلة ده؟ Anti-linkinitine. صح؟ تمام. يلا ماشي كمان. لا اسمك من الاكسبرين أبقى خلاص. خلاص. لا اسمك من الاكسبرين. أنتوا عارفينها من السنة اللي فاتت. نجيب الحاجات الجديدة. لا لا هي لا لا تجمع ده تجمع. دي؟ بس. تجمع دي يا ترى جمعت لك أدوية السكر كلها. بس قلنا على كده في أول حاجة احنا قلنا الحاجات اللي بتزود البودي ويت هم مين هنا دول؟ رام كده؟ ما الانسولين؟ الانسولين سفنولوريا ليه سفنولوريا تزود الوزن؟ الليبوجينيز لا ليه هي بتزود الوزن يعني؟ ايه طب اديني مثال للسفنولوريا كده اي كل جنريشن؟ اي جنريشن اي حاجه سكند جنريشن جلابين كلامايد جلابين كلامايد طب ازاي الجلابين كلامايد تزود الوزن المريض؟ لانه بيطلع انسولين؟ صح احنا قلنا اي دواء يطلع انسولين؟ سكريتوجينيز هو ايه فكره الوزن؟ يعني المرضى ياكل كتير ايه اللي بيخلي الاكل كتير انسولين؟ صح يا ولاد؟ بيطلع هايبرجلايسيميا يخليك ايه يفتح لك الشوك صح ولا مش صح؟ طيب هذا السلفونيليوريا طب الريبجلايد ليه هيزود الوزن؟ نفس العامل نفس الفكره طب البايجلوتازون بقى؟ هل نفس الميكانيزم ولا الميكانيزم مختلف؟ لا يرفع اللابوجينيز ايوه لان بيزود اللابوجينيز بيزود السنسيفت بتاعت الفات بيزود السنسيفت بيخلي فات بروليفريشن يخلي سمول فات سيلز ريجنريت صحيح طيب هات لي بقى الادويه اللي ما بتقللش الوزن ميتفورمين اللي بتقلل الوزن سوري ميتفورمين برامينتايد وعرفنا احنا ناقشناها ده قبل كده خلاص يا ولاد طيب هات اللي بعدين طب بص هات لنا السؤال الثاني كده امتى نفكر نوصف ديابه لما يكون عندي مشكله المرض وزياده في الوزن واضح معايا كده اضيفها له احنا قلنا اصلا الميتفورمين هو نمره واحد في امريكا في كل الدنيا اول دواء تكتبه مرض السكر هو الميتفورمين خلاص يا ولاد لانه بنتقص فرصه ان هو ايه ايوجلايسيميك يعني ما بيعملش هايبوجلايسيميك وبعدين سنسيتايزر وبعدين مالوش سايد افكت كتير ما فيش دراج ريتاكشن كتير له ميزات كثيره طيب هات اللي بعدين الادويه بقى اللي بتعمل هايبوجلايسيميا نفسها هي نفسها اللي بتطلع انسولين هي نفسها اللي بتطلع ايه؟ انسولين يعني هذا الانسولين سلفونيليوريا ليجلينايت اكزيناتايد اكزيناتايد يعمل هايبوجلايسيميا ولا ما بيعملش؟ ليه بيعمل صلاحيه سليم طب اللي بعديها طب السؤال ليك بقى طب السيتا جليبتين يعمل هايبوجلايسيميا ولا ما يعملش سيتا جليبتين اللي هو زي الاكزيناتايد بس انهبت الانزيم اللي بيكسر الجلوكاجون لايك بتاعنا لكن ويك هو ده ويك صح رفع انتزع اللي بعديها اللي هي ادويه احنا قلنا خلاص هات اللي بعديها ادويه بقى من ناحيه الافراز كينيتيك حاجات تخرج عن طريق الكلى قبل ما اكتبها اشوف وظائف الكلى نمره واحد عندنا هنا مين يا ولاد انسولين الانسولين نمرة اثنين
سلفونيل يوريا وخاصة مين؟ ليبين كلامية التأويل المفاق بعدين؟ الميتفور وبعدين؟ الكزينتايز والسيتاكليبتو دول عيلة واحدة عيلة الإنكريتين وبعدين؟ البراملينتايز لأن كلها بتخرج عن طريق الكيدن وبعدين آخر حاجة لو من زي الأكربوس زي الأكربوس آخر حاجة هدول بتتكسر عن طريق الليفر لو هما مين بقى؟ يعني لما كل واحد الليفر تعبان أخذ بالي منه لو مين؟ سلفونيل يوريا والإنسولين طبعا برضو ايه تاني يا اولاد؟ الجلينايد والبايوجلوتازون والاكربوز الاكربوز هو بيتكسر من اللي عن طريق الانتستين وشوية عن طريق اللفر بالكونجوريكيشن الادوية اللي بتتاخد بس حكم بس ما فيش منها حبوب اللي هم مين يا اولاد البيبتايد زي مين؟ انسولين الامرينتايد الاكزيناتايد ثلاثة تمام طبعا كل الحاجات الثانيه ممكن تتاخد بالفم اخر حاجه بقى الجرعات جماعه تلك الجرعات احنا عملنا في الجرعات خدنا مثال من كل مجموعه يعني انت ما تعرف واحد سلف انت عايز سلف يبقى عندك واحد مش مهم كل الحاجات الاخرى هل لما يكون مطلوب يعني على سبيل المثال اما اعرف مثال في اجلاب كلامات ممتاز بس احيانا يبقى مضر الناس كبار السن يبقى لازم اعرف واحد شور اللي هو مين الجلايكوليسايد والصدفه الكويسه ان هم جرعتهم زي بعض يعني من 2.5 الى 20 من 2.5 الى 20 قريبين من بعض هما الاثنين العيلة السلفة قريبين من بعض كده مفيش الا الايه الجليمبرايت الاماريل يبدا من 1 الى 8 بس لما كلهم من 2.5 الى 20 او 40 والجلايكوليزايد الجرعه بتاعته من 40 الى 320 هذا الجرعات الانسولين طبعا الجرعه بتاعته خلي بالكم 3/10 في مين تايب 1 2.5 في مين تايب 2 ماكس تايب 2 ماكسيمم هذا الجلايكوليزايد كما قلناه الجليمبرايت ده قلناه من نص او 1 الى 8 الميتفورمين من كام؟ 500 الى 3000 خلي بالكم في مدرستين مدرسه اوروبيه ومدرسه امريكيه الامريكان ما يزودوش عن جرامين ونص بالظبط 2550 ليه ثلاث حبات 850 الاوروبيين ممثل واعتقد هنا برضه تصل ل 3 جرام انه امن ما فيش فيه مشكله فانا كتبت لكم الجرعه العالميه 3 ما فيش مشكله الريبجلينات من نص الى 16 في اليوم ملي جرام البايوجلوتازون حبة واحدة في اليوم بس 15 ملي تصل إلى 3 حبات مرة واحدة فقط. الأكربوز هي حباية 25 تديها 3 مرات ممكن تبقى 50 تزود أو ممكن تبقى 75 تبقى أقصى حاجة. البراملينتايد تدي 15 مايكرو تحت طبعا تحت الجلد سب كوتينيوس في تايب 1 في تايب 2 توصل إلى كام يا ولاد؟ إلى 60 إلى 120. الإكزيناتايد هو جرعة واحدة بس من 5 إلى 10 مرتين في اليوم. اخر واحد السيتاجليبتين خدنا مثال سيتاجليبتين من عيله اللي هو الانكريتين ديت وانس ديلي بس حبه واحده بس خلاص يا ولاد الجرعات سهله ولا ايه؟ ليه؟ لانك انت في سنه ثالثه ما يصحش يعني تبقى يعني تقول للدواء طب جرعته كام؟ حتى لو واحد سهله طب اخد كام؟ ما تقول له يعني لازم تبقى عارف اللي الجرعه واحنا خدنا مثال انا اديتك حل اول واحنا حتى لو انت طبيب دول يكفوك يعني انت طب انا عندي سالفه عندي كل البدائل وعايز لو عايز مثلا متفورمن هذه الجرعة عايز أكربوز فيه كل حاجة عندك مثال واحد يكفي يعني ليس هناك ميزة أن أنت تحفظ أكثر من مثال في المجموعة إلا إذا كان بعلة زي ما حكيت لكم خلاص يا أولاد؟ طيب ماشي بال بعد كده ده يا أحمد قبل آخر سؤال ده يا علي بقى إحنا قلنا الحاجات البوست براند ده قلناها خلاص؟ رقم كام يا علي؟ أنا كمل دكتور طب اتفضل كام؟ هذا الحالة يا علي هي اقرا الحالة كده لو سمحت A 45-year-old patient came for routine examination and investigation. He is heavy smoker and. يبغى 45 سنة. أيوة. جاي للروتين examination عاد واحد وبعدين. And he is heavy smoker. ده تهمك ولا متهمكش في العلاج؟ تهمني لأن أنا درست على الكاردو باسك وأنا مريض الدايبتس هو بخش في الكاردو باسك لازم أقول له إيه من ضمن خطوات علاجه تبطل التدخين. خش في مشكلة. نمرة اثنين. Family history of diabetes mellitus. عنده family history. ده يا اولاد بتقول لك ايه يعني خد بالك الراجل ده احتمال يكون عنده سكر لان في فاميلي هيستوري تايب 2 تمام بادي ماس اندكس 28 كيلو جرام طيب ده يعتبر ايه دلوقتي اوفر ويت مش كده ولا ايه يا اولاد اوفر ويت اوكي اند ذا ويست از 100 الويست بتاعه 105 سم دي تفرق معاك ليه بالفات يعني انا عندي حدود 102 سم اكثرها يبقى احد مكونات حاجه اسمها ميتابوليك سيندروم
اللي هو الويست احد مكونات صح. لو عندي ثلاثه كريتيريا اقول على المريض دي ميتابوليك سندروم مظبوط. عند بلاد بريشر الضغط بتاعه زايد شويه برضه دي احد مكونات يا شباب ميتابوليك سندروم. يبقى عندي حاجتين دلوقتي خلي بالك. طيب الجلوكوز كمان كام؟ هاي نورمال. النورمال كام؟ ما تقولش هاي نورمال. نورمال حتى كام؟ 100 70 لا حتى 100 خلاص حتى 100. ده كام دلوقتي؟ 110. هل المريض ده دايابيتك ولا مش دايابيتك؟ لا بري دايابيتك. ما اقولش عليه دايابيتك صح؟ يبقى عندك المريض كام حاجه دلوقتي من الميتابوليك سندروم؟ ثلاثة. يبقى تشخصناه على طول ايه؟ لانه لو عنده ثلاث حاجات من خمسه يبقى ميتابوليك سندروم. عنده ثلاثه موجودين خلاص يبقى راجل ماده اسمه. انا بسالك يا علي بقى يعني ايه اهميه مريض الميتابوليك سندروم؟ على فكره نص الشعب عندكم ميتابوليك سندروم وعندنا للاسف. ما اهميه ان انت تلاقي مريض ميتابوليك سندروم؟ يعني عنده سكر ومش عنده، عنده ضغط ومش عنده كده ولا وعنده اوبيز ومش اوبيز، يعني ادى الميتابوليك سندروم يعني بين البينين مش واضح، ايه خطورته ده؟ اخر سؤال ليك. خطورته؟ اه يعني هل المريض ده عنده ريسك لايه؟ يجي له ايه؟ كارديو فاسكولار. نمره واحده يجي له سكر. صح؟ كارديو فاسكولار. قريب خالص يجي له سكر. نمره اثنين كارديو فاسكولار. عندي سبلديم. مظبوط. فالمريض ده يا ولد عنده هاي ريسك، اي واحد في الحدود دي هاي ريسك يجي له سكر، هو مش سكر دلوقتي. بس عمه قريب هيجي له دايبيتس، لما ما ظبطش الوزن وظبط الضغط وعمل حاجات اللايف ستايل هيجي له سكر، صح ولا مش صح؟ نمرة اثنين برضه كده عنده ريسك للاسكيميك هارت ديسيز وعنده ريسكيميك هاي ريسك لكل الكاردو فاسكولار مرتاح. واضح يا شباب؟ طيب، اتفضل علي كمل. الجلوكوز ده الجلوبين بتاعه كام؟ ستة. 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 ده سكر ولا مش سكر؟ حتى ال دي ال. سكر ولا مش سكر؟ ال ال دي ال عنده كام؟ زي 190. الترينجل سترينج؟ زي طبعا دي من المكونات برضه اللي هي اولاد التريجل سيل ممكن مكونات الميتابوليك سيندروم. شوف الاسئله بقى، اول سؤال جاوب السؤال بقى كده. Why this patient is considered جاوبنا قبل جاوبنا اللي بعدين is no, pre diabetic. طيب بعدين Why is the first time treating this patient and that prevention. لو انت بقى عايز تكتب دواء ليه يمنع تحوله انه يروح للسكر، اولا قبل ما تدي له دواء ايه نصايحك ليه؟ اول شيء اكسرسايز. صح. Cessation of smoking. والدايت والسموكينج ولا ديكريز ويت وقلل الملح عشان الضغط ولا ما يقللش؟ قلل الملح. صح؟ دي اللايف ستايل ممتاز. هتبدا تكتب له دواء عشان انا عايز امنعه يا اولاد من يتحول من بري دايابيتك الى دايابيتك. ايه الدواء اللي هتكتبه له بقى؟ اول دواء ايه؟ ميتفورمين. طب مش خايف يجي له هايبر جلايسيميا؟ لا يخاف. هل الميتفورمين بيعمل هايبر جلايسيميا؟ لا ما بيعمل. هتكتبه الجرعه بتاعته كام؟ جرعه من نص ل 3 جرام. ممتاز. قبل ما تكتبه تطلب له تحليل كيدني فانكشن. كيدني فانكشن خلاص ممتاز. سجلوا لي يا اولاد. رقم كام يا علي؟ 49. ممتاز ما شاء الله. طب انتم ممتازين، ما انتم خايفين ليه يا شباب؟ بس الناس ممتازه ومش عارف. طيب اللي بعديها مين اللي هيتفضل؟ اتفضل تعالى يا جماعه. ازيك يا احمد؟ السؤال لك يا جمال اتفضل، هل في ادويه ثانيه غير الميتفورمين تنفع لهذا المريض؟ افرض عنده مشكله في الكليه بس وعايز اديله دواء يمنع تحوله من بري دايابيتك الى دايابيتك، ايه الدواء اللي عندك؟ ممتاز صح. وايه الثاني؟ الاكربوز. طب الاكربوز لو عنده كولون ينفع نكتبه له؟ لا. ليه؟ انا سبريشن. طيب انا هرجع للحاله ثاني، لو هو ياخد ميتفورمين لماذا تكتبوا جراديو؟ يعني تبدا 500 الاول مره واحده في اليوم، وبعدين الاسبوع الجاي 500 مرتين، وبعد الاسبوع بعدين ثلاث مرات. لماذا بنبدا جراديو؟ عشان خاطر الايه؟ الجي اي تي. لانه احنا اهم سايد افكت الميتفورمين ايه؟ الجي اي تي. اما الجي اي تي فلو اعطيته جرعه كامله فول كده يعني مثلا حبه ثلاث مرات من ابو 1 جرام ده انت عمره ما هيكمل الدواء، صح ولا مش صح؟ فانا باخد الجراديو عشان افويد الايه؟ الجي اي تي سايد افكت. بص السؤال اللي بعديها يا جمال كده. احنا قلنا الجرعه بتاعته. طيب السؤال نمرة 10، هل الميتفورمين المريض ده عنده فاتي ليفر على فكره؟ عارفين الفاتي ليفر يا ولاد؟ هل الدواء ده ينفع في علاج الفاتي ليفر؟ الميتفورمين؟ لا ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع صح. السؤال اللي يليه بقى، ما هو تأثير الميتفورمين على دهون الدم؟ بيقلل ولا بيزود؟ يعني انا عندي دهون الدم ساعة ما تقول دهون الدم انا عندي التريجل سترين وعندي ال ال دي ال وعندي الاتش دي ال. ناخدها واحد واحد. التريجل سترين بيعمل ايه؟ بيقلل. بيقلل. والاتش دي ال بيرفع وال ال دي ال بيقلل. تعرف ايه الدواء الوحيد من الاورال اللي بيقلل المورتاليتي في مرض السكر؟ ميتفورمين. عرفت يا ولاد قيمه الميتفورمين؟ شفت عمال يقول ميزات جميله ازاي؟ يبقى الوحيد اللي بيقلل المورتاليتي بيعالج الايه؟ الفاتي ليفر. تمام؟ طيب لو عندك واحد عندها بوليسيستيك اوفري
هذا الدواء ينفعها ما ينفعش؟ ليه؟ ايه الميكانيزم؟ يقلل الانسولين ويقلل الريزيستنس. لما بكل الانسولين بكل تصنيع ليه؟ الاندروجين. كده يا ولاد ولا ايه؟ الاندروجين. اما الاندروجين بتكل بتكل عمليه الايه؟ البوليسيستيك. عشان كده بيستخدموها يا شباب. طب اخر سؤال ليك بقى يا جمال، الحوامل ممكن ياخدوا ميتفورمين ولا لا؟ احنا اتكلمنا في الحصه اللي فاتت. يعني ينفع ولا ما ينفعش الميتفورمين؟ ليه؟ قال دراسات ميتفورمين وجلال. لا يعني امن، انا قصدي امن ولا مش امن؟ لا ينفع استخدم. طب والمرضى؟ انسولين اقل شيء. انا فاهم، بس افرض عندك جيستيشنال دايابيتس. ومش يعني والحاجة بسيطة مش مستاهلة، يعني حاجة قريبة خالص من الأفريج، ما مستاهلة أعطيها أنسولين. إذا كان بالشهر الأول في الأول هندي أنسولين، بعد كده بعد الأسبوع الـ 12 ممكن ندي ميتفورمين أو جلايدين كمان. خلاص يا جمال ممتاز. رقم كام يا جمال؟ 6. خلاص. اللي جاهز يا إخوانا يتفضل على طول. اللي جاهز يتفضل. أنت واخد 10 قبل كده يا جمال ما شاء الله. طيب ممتاز. اتفضل يا بقول لك ايه هي الدراج دراج انتراكشن بتاعت الميتفورمين؟ على السكريشن بالسيجيلا. هو اولا ويك بيز ولا ويك اسيد؟ ويك بيز. ويك بيز صح. حقيقه الوتي صح. فممكن لما تاخد دواء بيز ثاني يحصل فيه دراج دراج انتراكشن، يعني يمنع نزوله. ايوه صح. زي مين؟ ساليسيليت. لا ساليسيليت اسيد. عفوا فانكومايسين. فانكومايسين ممتاز. تيرابامين. والوارفارين. ديجوكسين. صح يا اولاد؟ تراينلي سوبريم. الحاجات دي كلها ايه؟ ويك بيز. صح ممتاز. اللي بعديها كده طيب اللي بعديها خلاص احنا قلنا طبعا العمليات الجراحيه في مرضى الميتابوليك. فهمني يا اولاد مريض الميتابوليك سندروم، انا بقول لكم ليه ده مرض مهم جدا. ليه؟ نمره واحد منتشر جدا. نمره اثنين، لو انت نجحت واقنعت المريض انه يعمل لايف ستايل ويظبط نفسه مش هيخس بسكر. نمرة ثلاثة، حتى لو وصلت العملية عندك إلى عملية جراحية، يعني لو وصل المريض يطلع فوق، لو كان يعني عنده مثلا بودي ماس اندكس كبير خليه يعمل إحدى العمليات دي. طبعا في البالونة مش مكتوبة هنا، في لابروسكوب الباندنج اللي هو الرباط المعدة يا أولاد، والباي باس، وفي عندك البرياتريك سيرجري يقطع حتة من المعدة يشيل نصها، في عمليات كتير. لو وصلت دي أنت أنهي المريض؟ المريض اللي عنده موربيد أوبيستي، الأوبيستي بتاعته عالية جدا، اللايف ستايل مش جاب، لان طبعا العمليات دي كلها لها ريسك برضه يا اولاد. وانا اعرف ناس كتير عملت العمليات دي على فكره، صح؟ بتجيب نتائج كويسه. بتجيب نتائج كويسه في منع مرض السكر، منع. وتقليل المورتاليتي في مرضى السكر. يلا. نيجي بقى خلاص دخلنا يبقى ده اول حاله، خدنا البري دايابيت. حوش في الحاله الثانيه والسكر بقى طيب طول. اللي عايز يتفضل اتفضل يا ابني. اقرا كده. The patient didn't follow your instruction. يعني عندما ما سمعش كلامك ولا اخذ دواء ولا عمل لايف ستايل، قال لك انا كويس وما عنديش سكر، والدكتور بتاع التحليل قال لي انت ما عندكش سكر. الكلام صادق، هو ما عندوش سكر صح؟ لكن ده الجلوكوز بتاعه 6 والفاستنج 110 مش سكر، صح ولا مش صح؟ والضغط يعني بوردر لاين ما فيش مشكله. فالمريض طنش ومش عادي. وبعدين اتفضل. He came complaining of fatigue and bulimia. ايه العلامات دي؟ تمنع علامات البوليوريا والبوليديبسيا والحاجات، علامات ايه؟ احتمال يكون كبير ديابيتس طبعا. تمام. بدا يفقد الوزن، تعرف ليه المريض السكر بيفقد الوزن؟ لانه الانسولين اصلا انابوليك، ما بيقل الانسولين يبقى ليه الكاتابوليزم شغال، صح؟ مظبوط. وده علامات برضه. طب ليه الفيجوال ديستربنس؟ تعرف ليه؟ عندي خارج الموضوع بس عشان نعرف. ريتينوباثي. الريتينوباثي دي في الاخر. قبل حتى الريتينوباثي يا ولاد الهايبر جليسيميا نفسها بتغير البوزيشن. عارفين العدسه؟ العدسه لما يكون الوسط اللي حواليها هايبوتونيك او هايبرتونيك، لما يكون هايبرتونيك يمص المايه يقلل التحجب بتاعها. هايبوتونيك هي تتملي تتنفخ، تغير التحجب بتاعها والتقاعد تلخبط. حتى مرضى السكر يقول لك ايه؟ انا كنت مثلا قبل ما اخد الدواء النظر بتاعي كان كذا، لما خدت الدواء نظره اتغير. ده حقيقي. عشان كده اول ما تبدا تكتب الدواء لمريض السكر خد بالك انه هيشتكي من النظر. لانه كده الاول نظره متظبط على حاجه. لما انت ظبطت له السكر نزل بدات ايه؟ النظر يختلف شويه. تمام اتفضل. Investigation show fasting plasma glucose is 100. ايه رايك في الفاستنج ده؟ دايبتك ولا مش دايبتك؟ دايبتك. تمام. وبعدين؟ 2 hours
في البوزيتيف راديال كام؟ 205. والجلوكوز هيموجلوبين 8. جلوكوزوريا عنده، جلوكوزوريا وعنده مايكرو بروتينوريا. تمام. الهارت والكدني ار نورمال. طيب الجمله بتاعت الهارت والكدني ار نورمال دي تهمك في ايه؟ عشان الدواء ممتاز، شاطر، برافو عليك. ده حتى لو انا ما لما الحاله ما ذكرتش اقول له لا، قول لي حاله الكليه بتاعته عامله ايه؟ صح يا ولاد؟ والقلب عامله ايه؟ عشان هكتب ايه طيب؟ لو عنده هارت فيلير كتبت له مثلا ميتفورمين او بايجلوتين يبقى انا غلطان. عنده الكليه تعبانه صح يا ولاد ولا مش صح؟ فلازم اخد بالي، ممتاز. ابدا بالسؤال الاولاني، سيبك من السؤال الاولاني. دايبتك هو دايبتك خلاص. يلا. السؤال بيقول لك هل ممكن طيب تيجي في الاطفال؟ ممكن. بيسموه يا ولاد مودي. برضه ده مش تبعنا، سيبه دلوقتي. اللي بعدين النان فارماكولوجيك احنا عارفينها، اللي هي ايه نان فارماكولوجيك؟ دايت والحاجات دي. تمام. اتفضل المريض ده ياكل 6 وجبات ولا 3؟ 6. طيب 2؟ 6. 3. لا طيب الستة هو طيب 1. عارف طيب 1 بديله 6 ليه؟ عشان الانسولين دي كان زمان، بس انهي انسولين؟ برافو يا احمد، اللي هو ام بي اتش. مش احنا قلنا دلوقتي انت بتدي له انسولين طويل المفعول وتسيبه؟ فخايف تجي له هايبو جلايسيميا، صح؟ طب قول له لا، كل بين كل وجبه كل حاجه بسيطه سناك كده طبعا، صح؟ دي كان زمان. لما دلوقتي لما انت بتدي اللي هو البيزل بولس، هل محتاج سناك؟ لا. ليه؟ ده انا بقول له لو هتاكل هتاخد الالترا شورت، مش هتاكل يبقى ادي سناك. ليه؟ عشان لو حد قرا كتب قديمه ما يتلخبطش، يلاقي الكتب القديمه يقول لك ايه؟ في سناك في تايب 1. لا ما عادتش في سناك في تايب 1. سناك في تايب 1 في النظام الكونفنشن اللي هو بدي مرتين يا اولاد ايه؟ ام بي اتش طويل المفعول. فلازم ياكل كل شويه عشان مش يجيله هايبو جلايسيميا. لكن دلوقتي في في البيزل بولس لا. بيزل بولس انا مديك دواء عائل جدا البلارجين يعني بيزل بس ما عمره ما يعمل هايبو جلايسيميا. ادي نمره 1. نمره 2 اكلت فطرت خد الالترا شورت، ما فطرتش ما تاخدوش. فما عادش في سناك. خلاص؟ طيب لو انت قارنت الدايت في تايب 1 وتايب 2، مريض تايب 1 تقول له يعني من ناحيه الكربوهيدرات، ومريض تايب 2 تقول له ايه من ناحيه الكربوهيدرات؟ نون اللي ياكل كربوهيدرات مسموح له شويه. تايب 2. تايب 2 ياكل كربوهيدرات مسموح له شويه؟ لا. تايب 1؟ صح؟ ليه؟ لانه بيبني لسه صغير لسه وعنده لسه في بيت. لما تايب 2 ايه مشكلته؟ اوبيز. اوبيز. فانا اقول له لا، ده انت تقلل الكربوهيدرات. خلاص كفايه على الدايت، تخش على الدواء بقى. من ناحيه الاكسرسايز، ايه اهميه الاكسرسايز لمرضى السكر يعني؟ كلام عام، بيقلل الجلوكوز صح، يحرق الجلوكوز مظبوط. ايه تاني؟ صح ممتاز، بقلل الريزيستنس. ايه رايك على الدهون؟ تاثيره على الدهون؟ قلل الدهون، بيرفع الاتش دي ال، حاجه جميله جدا. طب ايه رايك على الضغط؟ قلل الضغط. قلل الضغط، الله ده حاجه ممتازه، صح يا ولاد؟ يبقى اذا فعلا الاكسرسايز اللي طيب تو فيري امبورتنت. طب انت انا عايز بس انا كاتب السؤال ده يا ولاد عشان على فكره انا عامل الحالات بتدوك خبره شخصيه. حالات يعني عندي جات لي في العياده بدوك الخبره بتاعتي برضه تفيدكم جدا. يعني المريض يقول لك يعني يعمل اكسرسايز سيفير يعني مثلا يجي ماراثون ولا اكسرسايز مودريت، ايهما افضل؟ ايه رايك؟ مودريت افضل. ليه؟ لانه الانتنس ببساطه كده يعتبر ستريس، وطالما ستريس يبقى ممكن تدخله في كيتوسيس، دخله في مشكله. واضح الكلام ده يا ولاد؟ لا انا ما اقولش الواحد يعمل سيفير اكسرسايز، خليه مودريت. عشان كده بننصح بقول له يمشي في الاسبوع ايه؟ 5 مرات، كل مره نص ساعه، ساعه مفيش مشكله. لكن الاكسرسايز السيفير اللي جامد مش ينصح ليه، لانه يعمل له مشكله. خلاص يا ولاد؟ نعم. ويت ليفتنج. ويت ليفتنج مسموح. ويت ليفتنج مسموح. لكن احنا بنقول الفيري سيفير اكسرسايز لا يستحب لانه يعتبر نوع من الاستريس. وعايز هو ممكن بس عايز يعني استعداد خاص بالجرعه والاكل وكده. يكون معاه اكل ويكون معاه حاجات رابد وحاجات سكريات وهكذا. على اي حال ليس وقتنا. طيب هات السؤال اللي بعدين. هو ده. 6. لا 6. قول لي يا ابني بقى في تايب 2 ايه الخطه الجديده اللي انت طلعت بيها دلوقتي؟ تايب 2 هتبدا بايه؟ احنا عملنا لايف ستايل كله. ميتفورمين. صح. الماده ينفع معاه ميتفورمين؟ طيب قول لي الخطه يعني رجعها لزمايلك برضه ثاني كده، انت قلت ميتفورمين. طب لو ما نفعش بعد 3 4 سنين؟ ايه العلامات ان هو يعني مش كافي؟ الهيموجلوبين. صح. قيس الهيموجلوبين لكن ما وصلكش لكام؟ اقل من 6. ل7؟ لا 6 صح. اقل من 7. اقل من 7 صح. ما جاش 7 وانا بدي فول دوز وعامل لايف ستايل يبقى انا كده ايه؟ اضطر اعمل ايه بقى؟ ها؟ اضيف واحد ثاني، اضيف واحد ثاني. اديني مثال كده لدواء ثاني يضاف. سلفينال يوريك. مثال مثله؟
خلينا في المثال احنا عارفين البلاي من جلوي بس 2 ونص ماشي او ايه الثاني طيب جلوتازول 15 صح او 6 جلوت 100 يعني 100 ملي جرام في اليوم او ها اكزينا تايم بس اكزينا تايم طحان ولا حبوب نقع في شويه او ممكن انسولين مش ممكن ممكن انسولين انسولين هنا تديله الالترا شورت ولا الطويل المفعول طويل اللي هو البيزل البيزل طويل المفعول صح برافو عليك هذا الخطه اللي احنا ماشيين بيها تمام طب لو فشلت يعني واحد يعني متفرمل مع حاجه من دول فشلوا برضه ما وصلتش للجول اعمل ايه اعمل ايه اخر حاجه اللي هو ايه بيزل بولس مع مع سنسيتايزر نعم متفرمل او اي سنسيتايزر ممتاز طب خط اللي بعديها كده هنا سؤال بيقول لك ايه طب افرض انت ابني لقيت المريض احنا هنا المريض كامل الجلوكوز الجلوكوز بتاعه 8 افرض لقيته 9 هتغير رايك في الخطه ولا هتمشي برضه نفس الكلام؟ بغير هتعمل ايه؟ ادخل بيزل بيزل بولس على طول هو صح مش غلط او بيزل انسولين تقصد يعني؟ ايه انسولين يعني صح كلامك مظبوط بس برضه عايزين نقول لك انا برضه لايف ستايل وميت فورمن وانسولين هذا التغيير اللي حصل ممكن تبدا بانسولين او ممكن لايف ستايل مع ميت فورمن مع يعني دوين على طول مش دواء واحد عرفت يا اولاد؟ بس غالبا اللي عدى 9 خدها نصيحه اللي عدى 9 اديله انسولين عدى 9 اديله او تبدا بدوين بدوين مع طبعا كله مع اللايف ستايل كله مع اللايف ستايل ممتاز اللي بعديها بقول لك ليه انت اخترت الميت فورمول خلاص طيب لو كان عنده هارت فيلر بقى تديله ايه؟ لا بايب لتا زوم ما ينفعش ولا السافنالي رياسا او ريباجلينات او ريباج او اكزينا تايم اي حاجه من الحاجات دي اخرى لما تضرش القلب او سيتا جليبت صح ممتاز يا ابن رقمك كام؟ 13 شاطر يا عبد الكريم مش كده؟ كويس يا عبد الكريم انت هتديك درجه حلوه اوكي نعم سؤال بس اتفضل الترتيب الله يعافيك لما يكون فوق 7 هقولها تاني هقولها تاني بص يا شباب لو كان المريض عندك اقل من 7 ممكن لايف ستايل بس او ممكن ميت فورمن مع لايف ستايل جرعه بسيطه ممكن عندك اللايف ستايل بس من 7 الى 8 ونص او الى 9 من ميت فورمن مع دواء تاني دواء تاني بس لو دوز جرعه صغيره اكتر من 9 2 دراجز بس هاي دوز الفول دوز او انسولين او انسولين ويفضل الانسولين خلاص برضه مع ايه يا اولاد مع الميد فورمن الميد فورمن ده خلاص يعني لازم طيب تبقى ميد فورمن ليه عشان سنسيتايزر حتى لو هكتب بيزل انسولين مش هيسيب البيزل انسولين لوحده لانه هيعمل لي ريزيستنس عنده ريزيستنس هتضطر تدي جرعه كبيره والجرعه الكبيره من الانسولين تدخل المريض وهو اساسا اوبيز مفهوم يا اولاد فانت الميد فورمن ده يعني ايه صلح اول كلام تعرفه ميد فورمن وبعدين نتكلم طالما صالح ليه طالما صالح ليه ان ما كانش صالح يبقى البيجلوتازون مفهوم يا اولاد هذا فكرة الايه؟ وبعدين هي برضو حاجة يا عبد الله يعني individualized يعني معنى individualized شفتوا الخياط بخيط التوب على كل واحد على حاله يعني انت لو بدأت مع اي مريض متفورمن بس ولا بس ممكن يستجيب خلاص رغم ان هو فوق التسعة ممكن يستجيب بس من الخبرة بتاعت الناس قال لك لا تسعة ما تضيعش واحد خش متفورمن وانسولين او خش اثنين متفورمن مثلا مع سلفونيلوريا وانتظر شوف هينفع ولا تضيف انسولين كمان بعد كده ولو ضفت انسولين مع السلفا هنا تسحب السلفا على طول عادش ليها لازمه بقى صح لان السلفا بتعمل ايه بتطلع انسولين انا بديك انسولين اهو ما تخلي مين بس السنسيتايز واضح هذا الخطه طيب كان عايزين نحفظه وطيب من اصبح سهل ان شاء الله الاخ اللي عايز يخش اتفضل يا اخي اي واحد منكم اتفضل تعالى هنا طيب اقول لك لو المريض مش اوبيز احنا هنا في ويز طبعا اغلب المرضى طيب تو اوبيز لو هو مش اوبيز هل تغير الخطه بتاعتك ولا ممكن تديهم يدخلوا من بره؟ ممكن صح او واحد السفن او سفن من هنا ليه ايه الفكره بتاعتك؟ لماذا يعني ايه الفرق عندك بين الاوبيزا والنان اوبيزا؟ لان الاوبيزا ابغى اسوي ديكريز عندك صح ممتاز فبتدي حاجه تسد الايه الابيتايت مظبوط طيب امال لو هو سن بقى هتدي له سفنان يوريا هتعمل له هزود الوزن شويه صح؟ نعم اكيد عشان تزود الانسولين ممكن يعني ممكن بس هل ممكن يدخلوا من برضه؟ ممكن ممكن تمام اللي بعديها واضحه الحته ديت يا اولاد؟ طيب اللي بعديها بقول لك الميتفورمن عمل ميتاليك تيست وعمل جي اي تي ديستربنس والحاجات دي هنعمل الحل اللي ابدا بسمول دوز وازود الجراديوال ازود الجراديوال صحيح ممتاز صح ان شاء الله طب اللي بعديها
هيعمل أشعة تلفزي... هيعمل أشعة بالصبغة. أوقف الميتفورمين قبلها بيوم. توقف قبلها بيوم. أثناء الكمباست. لأن يومين لما تطمن أعمل وظيفة كده لها كويس. ليه يا أولاد؟ أنا حين الصبغة أحياناً هتاخدوها إن شاء الله في موضوع اسمه دراجس أند كيدني، أحياناً الصبغة تعمل رينال إمبير. فما يصحش. طب ليه المحل الرينال فيلر الميتفورمين ممنوع؟ لأنه إكسكريشن. طب مش هيحصل له إكسكريشن، هيحصل إيه؟ لاكتيك أسيد. عارف اي علامه من علامات اللاكتيك اسيدوزس؟ ويكنس وفتيك ونوزيا وتعب شديد جدا، وهي فيتال يا ولد، فيتال بنسبه 50% حتى مع العلاج للاسف الشديد. فرغم ان الدواء يعني حتى رغم كده يعني العلماء يقول لك ما تخافش من اللاكتيك اسيدوزس. يعني انا شخصيا ما شفتش لاكتيك اسيدوزس. ناس كتير جدا اساتذه اندوكرينولوجي يعني نادر تشوفها، ما تخافش، الدواء امن لحد كبير كده، امن لحد كبير كده. اللاكتيك اسيدوزس الحاجات دي كلام موجوده اي نعم، بس بقول لك لما تكون الحاجات فيها يعني مثلا عنده اللنج بايظه وعنده الكلى بايظه وعنده هي هارت فيلير وانت مصر وجرعه كبيره مفهوم معايا، ممكن ده يحصل في علاج الاسم. اوكي اللي بعديها. شوف الحاله دي، المريضه جاله يعني الم في رجليه كده نامبنس بتاع، هل في علاقه ممكن مع الميتفورمين؟ ممكن الحاله صارت كومبليكيتد صح. ده حال. ايه الحل الثاني؟ الاحتمال الثاني؟ اعطيها لا احتمال الثاني ان هو جاله نيروبس بريفر نيروبس. انت قلت الحاله كومبليكيتد صح؟ الاحتمال الثاني هل في علاقه بالميتفورمين والبريفرال نيوروباثي؟ هذا السؤال كان. هل الميتفورمين انهبت امتصاص فيتامين معين؟ بي 12 صح، بي 12. طب تحل الموضوع ازاي؟ اعطي له بي 12 يعطى بالفم ولا يعطى بالحلقان؟ وممكن كده وكده. ليه؟ لانه لينا ما عنده سليم، ما عندوش مشكله، مش عنده مثلا صح ولا مش صح؟ ما عندوش مشكله في الابسوربش، فانا ممكن يعطي يعتبر، بس الافضل ايه؟ حقنه واخلص، لان الحقنه هتديك 1 مللي جرام فاكرينها؟ واحد هتكفيه 3 شهور، 5 شهور، سنه، لان هو يعني ما عندوش مرض اصلا، مش عنده برنشس انيميا ولا حاجه. صح؟ تمام. اللي بعديها؟ طيب، بقول لك هو بقول لك الحل، لو انت وصلت لسه البلاكيتد هيموجلوبين 8% رغم ان انت اديت الماكسيمم دوز للميتفورم، هتعمل ايه بقى؟ ممكن اضيف صح، هتضيف ايه بقى؟ سالفونيليور. طب انا هديك عندك اختيارات كتيره. لما نبدا اوبيز، ايه رايك في مين افضل حاجه تكون؟ عارف هو اوبيز طبعا احنا قلنا صح؟ لو انت دكتور كده جات لك الحاله دي والميتفورم ما جابش نديل، اختار من دول حاجه. ايه وايه فكره اوبيز؟ اوبيز اعطي اوبيز يا اولاد ولا لا؟ ضيف لي بقى حاجه للسندات ممتاز. زي مين كده بدون؟ زي الانكريتين. الانكريتين صح شاطر. ليه الانكريتين ما بيزودش الوزن؟ لانه يشتغل على فقط اللي في الجينات، بيعمل ايه؟ انهبت للموتيليتي بتاعت الجينات وانهبت الاقطاع. ممتاز، صقبوا لها يا شباب. مشارك كتير في ممتاز يا مشارك، رغم ان انت مش ظاهر يا مشارك يعني، بس ممتاز. 72؟ نعم. انت ممتحن المره اللي فاتت برضه. نعم. وراضي اديك 10. اتفضل يا مشارك. طيب اتفضل يا اخي، تعالى هنا مكانك. انتوا ممتازين يا شباب والله، يعني مش عايزين منك اكتر من كده. الاساسيات طالب في سنه ثالثه يعني، انت بكالوريوس ولا حاجه؟ اتفضل. السؤال اللي بعديها بقى، بقول لك هل ممكن نضيف الاكربوز للميتفورمين؟ هو احد البدائل، ممكن تضيفه؟ لا لا. ليه؟ جاي تي سي افكت. صح، يخلي المريض مشكله كبيره جدا. ممتاز. طب انا هسالك سؤال، الاكربوز بيشتغل ازاي؟ تحويل الكومبلكس كربوهيدرات الى السمنه فبالتالي يصير ابزوربشن. صح، ممتاز. عشان كده يعمل في البطن اسهال ومغص. ليه؟ لان السكر بيروح القولون فبتخمر، بيعمل له دايريه، فما ينفعش مع مرضى القولون. صح. السؤال اللي بعدين، يعني بقول لك المريض اللي هو الدايبيتك اللي هو ممنوع، احنا قلناها القولون ده. اللي بعديها قلناها، اللي بعديها برضه. طيب هو بيقول لك يعني لو انت عندك اكربوز، واحد مريض بياخد اكربوز وبياخد اي دواء ثاني للسكر عمل هايبوجلايسيميا زي سالفا مثلا، والمريض عايز طبعا جاله هايبوجلايسيميا، تعالجها ازاي؟ انترافينوس انت ماسك جلوكوز، لو ما كانش في غيبوبه ممكن ياخد اورال. هل ينفع سكروز؟ انا ينفع عشان يمتص. صح، يعني اذا لازم تدي له ايه؟ انترافينوس. لا ممكن اورال جلوكوز. سمبل سمبل تدي له ايه بقى؟ جلوكوز يعني. صح، واضحه ديت يا شباب؟ يعني ما ينفعش سكر، اي عصير عادي مع الاكربوز مش هيجيب نتيجه، لابد اعطيه جلوكوز. صح، شاطر، ممتاز. اللي بعديها؟ بقول
بقول لك قول لي الادويه اللي بتحكم في البوست برانديال هايبرجليسيميا. احنا قلنا معنى بوست برانديال يعني الدواء رابيد اونست وشورت ديوريشن، هذا معنى بوست برانديال، يعني بيشتغلوا بسرعه وفتره قليله، هذا معنى بوست برانديال. زي مين؟ صح والنسبر والاسبار هذا الكبار. صح، في حاجه ثانيه غير كده؟ ايه رايك في الريبجلينايت؟ هذا قلته مظبوط. طيب هل ايه رايك في البريملينتايت؟ ممكن البريملينتايت ينفع في تايب 1 ولا تايب 2 ولا الاثنين؟ كله. ليه؟ ما ينتخب الانسولين. يا سلام، صب قفوا قول الله. هذا هذا الشباب يا جماعه، ايه يعني ايه المشكله في كده؟ ممتاز. رقمك كام؟ 18. شاطر يا عبد العزيز. طيب اللي بعديها يا شباب؟ اتفضل تعالى. السؤال 21 بيقول لك انت قررت ان انت تضيف اخترت سلفا، رغم ان السلفا مش اختيار جيد. ليه بقى مش اختيار جيد بهذا المريض يعني؟ عشان الانسولين، عشان هو اوبيس ترفع الانسولين. صح، وانا عايز حاجه تقلل ال... صح تمام. طيب اخر على اتحاد الدكتور كتب سلفا مش مشكله. بعدين المريض لو عندك مريض 80 سنه عمره، المريض اللي عندنا حاجه 45 سنه يا ولاد ولا ايه؟ 45 الميدل ايج، هل تفرق المريض الاولد ايج 80 عن ال 45؟ هل في فرق في العلاج؟ في فرق. ايه الفرق؟ نوعيه يعني اذا كان نوعيه يعني بس. يعني انت كرجل هتكتب دواء، يعني هتفكر بواحد 80 سنه وواحد 45، ايه اللي هتفرق معاه؟ الدواء اللي بيطلع الكليه ولا في الليفر؟ في الكلى. صح، الكلى اللي بيخرج من الكلى، اخد بالي من الدواء اللي بيخرج من الكلى. صح ولا مش صح؟ طب ايه الادويه بقى بتاعت السكر اللي بتخرج عن طريق الكلى عشان اخد بالي منها؟ كلا. اه الانسولين انا ساعدك الانسولين والميتفورمين والاكزيناتايد. صح، والبراملين تايد والسيتاجليب. صح يا جماعه، دول كلهم اخد بالي، والسلفونيلوريد خاصه طويله المفاصل، دول كلهم اخد بالي منهم وانا بكتبهم. فيبقى انت إيه هنا دلوقتي انت عندك دوين سلفا وايه وميتفورمين، يبقى دول هتقلل جرعتهم ولا لا؟ طيب 81 ساعه اي نوع من السلفا تفضله؟ لو ما راجل 80 سنه اي نوع؟ انا هديك يعني اختيارات وانت اختار واحد. جلايبين كلاميد، جلايكيزايد، جليبيزايد، امارين اللي هو الايه؟ جليمبرايد. الجليمبرايد ماشي. ليه؟ عشان الافكت على الهارت يصير قليل. على الهارت وعلى الكلى اقل هايبوجلايسيميا. والجليبيزايد ينفع برضه والجلايكيزايد. تمام كويس. اللي بعديه بقول لك ايه الديفرنس ما بين الريبوكلاميد والجلايبين كلاميد؟ بلاكتين. صح، ده شورت ديوريشن اللي هو الريبجلينايد، والجلوبين كلاميد ايه؟ لونج. مظبوط. اللي بعدين ايه الموست سايد افكتس؟ ما فيش فرق تاني بينهم. في ايه الفرق التاني؟ من الرابيد اونست؟ الريبجلينايد. والتاني؟ يعني بالديليت شويه والديوريشن، مين اللي اطول في المفعول؟ لا الجلوبين كلاميد طويل المفعول. خلاص؟ ان هم الاثنين بيطلعوا انسولين، بس ده شورت ديوريشن ورابيد اونسيت، عشان كده استخدم بوست براندي، لكن ده ايه؟ ده يعتبر لونج ديوريشن. ماشي، اللي بعديها. يبقى عايز اقول لك ايه؟ ايه السايد افكت بقى؟ السايد افكت ولا السؤال ماشي؟ السايد افكت اللي هي بتاعت السلفا، هي اهم سايد افكت للسلفا. اليرجي. صح. وتزود الوزن علشان يزود السكريشن حق الانسولين. مظبوط. وهايبوجلايسيميا. صح، تعمل هايبوجلايسيميا بتعمل. قول لي علامات الهايبوجلايسيميا اللي على المريض ومتى تظهر؟ الهايبوجلايسيميا متى تظهر؟ يعني مصر السكر كام كده تبدا تظهر العلامات؟ اقل من 190. لا 90 90 عاليه خالص. ممتاز. يعني المريض متى يظهر عليه علامات الهايبوجلايسيميا؟ وايه هي العلامات دي؟ 40 او نقول خمسينات، في الخمسينات هنقول في الخمسينات يبدا حاجه اسمها ايه؟ سمباثيتك مانيفستيشن. ايه السمباثيتك مانيفستيشن تظهر على المريض بقى؟ البلبيتيشن. صح، بلبيتيشن. متى ما تظهرش عليه علامات البلبيتيشن ديت؟ لو واخد ايه؟ بيتا بلوكر او عنده نيروبس. صح؟ او عنده ان اويرنس. مظبوط. مش شاطر. بلبيتيشن. ايه تاني غير البلبيتيشن؟ تريمرز. صح. ايه كمان؟ سويتنج. صح، هيدك. دي كلها علامات الايه؟ السمباثيتك. طب متى تظهر علامات النيوروجينيك؟ الجلوكوز يا ولاد نزل بقى 40،
تظهر عليه علامات اللي في المخ بقى، المخ بيبدأ يتعب لأن المخ بيعتمد أساسا على الجلوكوز. إيه علامات النيوروجينيك؟ إيه العلامات اللي تجيله بقى؟ فيجوال ديستربنس، دراوزنس، صح؟ بيهيفيورال تشينجز، بدأ المريض يعني إيه عاد شراني كده وعاد يعني عنيف شوية، وبعدين بدأ عدم يركز، صح؟ ينسى، وبعدين بدأ يتدروخ، وبعدين يقول له كوما وبعدين يكون باش. طبعا دي حالة خطر لو اتساب يموت. يبقى انا عندي العلامات بتاعت الهايبوجلايسيميا ايه يا اولاد؟ علامتين، علامه سمباثيتك وعلامه نيوروجين. خلاص؟ طيب اتعالجوا ازاي بقى؟ لو هو المريض دلوقتي قدامنا مريض اهو واخد سلفه بس كونشس لسه ريتابل كده ولسه عنده بالبيتيشن، اتعالجوا ازاي؟ عاده الهايبوجلايسيميا دي ازاي؟ اعطيه الجلوكوز. اعطيه جلوكوز اورال ولا انترافينوس؟ اورال. كم جرام تقريبا؟ افتكر؟ ولا 20 جرام 15 جرام، هي في قاعده اسمها قاعده ال 15، قاعده اللي هي 15 جرام تنتظر ربع ساعه وما كانش تدي 15 جرام كان وهكذا قاعده على اي حال ما فيش مشكله. طيب المريض طبعا بعد ما ياخد الجلوكوز هيتحسن، اتفضل تدي له كربوهيدرات ولا لا؟ لا طبعا كربوهيدرات. صح ليه؟ عشان اللونج اكتنج شويه، الجلوكوز هيفوق المريض على طول دلوقتي. لكن طيب انا لو سكت الجلوكوز انتهى بعد شويه يرجع في غيبوبه ثاني، فلازم اديله كربوهيدرات عشان ايه؟ عشان تبقى لونج اكتيف. ممتاز. طيب لكن لو كان في غيبوبه بقى كوماتوز، لو كان عنده هايبوجلايسيميا وفي غيبوبه يعني قست له الجلوكوز وجدته 40 او 35 مش هيشرب معاك، هتعطي له ايه بقى؟ انترافين. ايه هو اسمه ايه بقى الجلوكوز انترافين؟ تركيزه كام؟ عندك اختيارات 5% 20% 50% 5% ضعيف شويه 20% هو انسب حاجه، وينفع 50% برضه بس 50% بيعمل ثرومبوزس لانه ريتيش، لكن انسب واحد هو الايه 20. اديله كام جرام برضه نفس الكلام 15 جرام 20 جرام. واضح معايا؟ تمام كويس. هات السؤال اللي بعدين. خلاص احنا كتبنا العلاج بتاعنا، ازاي مونيتور يور ثيرابي؟ زي تتابع العلاج بتاعه؟ هو بياخد دوايين دلوقتي سلفا ومدفوع عن طريق الجلوكوين جلايكات الجلوكوين كل كام؟ 19. صح. ايه كمان؟ عن طريق البلاد بريشر. بلاد بريشر ليه؟ اذا كان زايد شغل مع صح هذيك مع البريد لا يعني انت يعني ما يقول لك هل تمونيتور اي دواء يا اولاد؟ انا عندي الافكت وعندي السايد افكت. الافكت زي ما انت قلت جلايكات الجلوكوين كل ثلاث شهور اوكي، وممكن اشوف بقى البري براند جلوكوز لو في مشاكل، دي حاجه. لكن السايد افكت هو السلف، اهم سايد افكت ده ايه؟ لو انا الهايبوجلايسيميا بنبه المرضى اقول له خد بالك من العلامات دي، اسمها علامات الهايبوجلايسيميا وتعالجها بكذا تمام، والوزن بتاعه اتابع الوزن بتاعه مظبوط ولا ايه؟ وان كان في حساسيه ولا حاجه. هذا الميتفورمين اتابعه هو والسلفونيل عن طريق الايه؟ كدني كل شويه، لان مريض الكلى يا اولاد مريض السكر الكلى بعد شويه بيحصل لها مشكله، فكل شويه ياخد بالي من الكلى. ليه؟ هتجد فجأة المريض كل شوية يخش في هايبوجلايسيميا، هايبوجلايسيميا بياخد نفس الجرعة. أشوف الكلى بتاعته هتلاقيها في حصل فيها مشكلة. تمام، رقمك كام يا ابني؟ 57. 57؟ 57. 57؟ ممتاز. ما شاء الله، الناس اللي جالسة ممتازة يعني، كويسة جدا. كمل. اتفضل. Urologist prescribed the sulfamethoxazole tramadol to your patient. He found you headache or potential irritability. When he checked the glucose was 50 milligrams, he did not change any drug. طيب السؤال ده جميل يا ليك باحمد، هو مختاره ما شاء الله. انا هلخص لك الحاله يا اولاد. هو المريض ماشي على كده سلفا وميتفورمين والحاله مستقره. وبعدين راح جاله مثلا ديسيوريا، وانت عارف مرضى السكر عندهم ضعف في المناعه، فكل شويه يجي لهم تكت انفكشن اي حاجه. فهو جاله ديسيوريا، جاله التهابات، فالدكتور كتب له ايه؟ تراي ميثوبرام او التهابات في البروستاتا، كتب له تراي ميثوبرام. خلاص؟ واخد نفس الجرعه، ايه اللي حصل له بقى يا احمد؟ دخل في هايبوجلايسيميا. دخل في هايبوجلايسيميا. فسر لي الحاله دي كده وكيف نحلها؟ اول شيء عندي تو دراج. نعم. على ميتفورمين وعلى سلفانيلين. نعم. عندي اول شيء سلفامثيكسازول عنده انتراكشن على تو ليفلز مع سلفانيلين. مظبوط. اول شيء ديسبليس من البلازما بروتين. ممتاز. وانترفير مع السكريشن حق البلازما. سلام عليك. ممتاز. فيزود البلازما. سلفانيلين يزود الانسولين بالنهايه يدخل الهايبوجلايسيميا. يا سلام. عندي ميتفورمين بنفس الوقت. ثرامثوبرين بي ويك بيس كمبيت في الاكسكريشن بتفورم يسوي سنسيتايزيشن فزود الافكت من السنسيتايزيشن فزيد الهابوجلايسيميا. ممتاز. قول لي بقى اللي بالمناسبه ايه الدراج انتراكشن بتاعت السلفونيل يوريا بشكل عام؟ فارماكو كاينتيك اول شيء. ديسبليسمنت في السلسلات زي مين اهم حاجه كده؟ السلسلات والوارفارين. هو يسوي ديسبليسمنت للوارفارين.
الديناميك في يزود لا لسه احنا وانت كده الديسبليسمنت على الليفر بقى الاندوسر والاندوسر انت بتكس هو على الاكسكريشن الاكسكريشن سلفا برضه مظبوط والالبيرينول والوارفارين كل الحاجات دي كلها التنفير مع بعض طيب نيجي بقى الديناميك كل حاجات ديناميك فيشل يتزود الانسولين قد ترفع السكر منك وانت ماشي على الجرعه مظبوط المريض هياخد دواء يرفع السكر عنده ولا يا دكتور السكر ترفع رغم ان انا ماشي على نفس الدواء ونفس الاكل ونفس الجلوكوتيكويد صح كورتيزول سيمباثمايميتكس صح زي اللي في سيمباثمايميتك ديت البنفرين اللي كومن استخدام مركبات الايه الزكام يبقى بياخد مركبات الزكام السكر التريفيدرين صح ايه كمان البيتا اجونست سيبوتامون البيتا اجونست صح ايه كمان دايزوكسايد ديازوكسايد دول اهم حاجه هناخد مثلا كورتيزون والديوريتك دول اهم حاجه صح طب بعدين بقى تخفض السكر من المريض سلسلات تسوي سلسلات صح وايه كمان انجيوتنسين بيتا بلوكر البيتا بلوكر سايفلين والسايفلين الشاي والحاجات دي يعمل سنسيتايزيشن والايثانول انه بيعمل انهبيت جلوكوجينيسيس صفقوا لاحمد يا اولاد تصفيقه كبيره ممتاز انت جبت السؤال اللي ايه الممتاز كام رقم كام يا احمد 59 59 ايوه طيب ما شاء الله يلا الصفحه 13 اللي بعديها احمد الثاني بقى يخش بقول لك مين اللي هو تايب 2 اللي مور لايبل اللي يجيله هايبوجلايسيميا المرضى يعني مثلا عندك مكتوبه فسر لي لكل واحد من دول طيب. ليه المريض الالدر ليه في الالدر اللي هايبوجلايسيميا طبعا هو ماشي على دايت ولا لا لا نفس الدواء ده يعني نفس الادويه السفنال يوريا عشان الاكسكريشن طيب في السفنال يوريا طبعا هيقل اللي هو الاكسكريشن كدني في اكتيف ميتابولايتس على المتفوق من نفس الكلام تمام الالدر اللي اصلا في كل سنه يكون في 1% اوف كدني ديتوريشن تمام بالنسبه للكدني طبعا واضحه بالنسبه للمتفوق من السفنال طب ليه مرضى الليفر بده يجي لهم هايبوجلايسيا بالنسبه للميتفورمين مع الدواء طبعا كنا بنتكلم عن في السلفونوري في السلفونال يوريا اصلا الميتابوليزم بدايه في يبقى الدواء مش هيتكسر يبقى يزيد مفعوله مظبوط طب والميتفورمين الميتفورمين الميتفورمين مع السؤال اهو بقى المريض الكبد الميتفورمين صالح له ولا خطا لا انت بتقول له اكسك انت بتطريك خد بالك من السؤال ده يا سؤال مهم انت بتقول له يطلع غير الكدني طب لو واحد الكبد متليف ياخد ميتفورمين ولا لا؟ لا ليه؟ ياخد بس استنى اهو خلينا هقول لك انا اساعدك الميتفورمين بيطلع لاكتيك اسيد اللاكتيك اسيد بيخش على الليفر يحصل له ميتابوليزم فالليفر لما كنت تعبان يبقى اللاكتيك اسيد مش هيحصل له ميتابوليزم يبقى هيحصل له لاكتيك اسيد يبقى ارجع قول لي بقى يا احمد تاني نركز لان الميتفورمين هو اللي انت هتستخدمه قول لي الكونتر اندكيشن بتاعك قولها تاني رينال فيلير صح لاكتيك اسيدوسس لا ليفر فيلير ها ليفر فيلير ليفر فيلير عرفناها ليفر فيلير ليه يا ولاد؟ وبعدين ليفر فيلير الهارت فيلير هي كمان كرونيك اوبستراكتيف بلمونري ديزيز يعني اي فيلير بكلمه فيلير وبالاضافه الناس اللي واخده ايه؟ صبغه والكرونيك الكوهوليزم صح يا ولاد؟ اوعى ننسى دول اوعى ننسى دول تمام شوف يا احمد اللي بعديها بقى بقول لك الناس اللي عندهم لونج لاستنج دايبيتس برضه يجي لهم هايبوجلايسيميا كتير ليه؟ لانه ممكن مع الوقت يحصل ريتينوباثي مع الوقت فاذا كان ياخذ اوريدي ياخذ دراج اذا كان على نفس الدوز فحصل فيها ديفكت يعني المريض يا ولد لما بيجي له ريبيتد اتاكس من الهايبوجلايسيميا بيجي له حاجه اسمها ان اويرنس ان اويرنس يعني ما عادش يشعر بعلامات الهايبوجلايسيميا ما تجيلوش التكاكاردا والبروتيش خلاص يخش في الغيبوبه اصبح خطر عشان كده اللي عنده ان اويرنس يا ولد بالموضوع ده ما ياخدش ياخد تايت كنترول ولا ياخد كونفنشنال صح ولا مش صح؟ طالما هو بيخش في غيبوبه على طول طيب سؤال يا احمد مين اللي يخش في غيبوبه على طول بدون برضه وارنينج سيمبتومز وساينز؟ ماخذين بلوكرز ماخذين ليه البيتا بلوكر ليه؟ بيتا بلوكر اول شيء تريمرز راح تسوي بلوك من سكلت المصر انهي بيتا بيتا 1 ولا بيتا 2؟ بيتا 2 تريمرز بيتا 2 صح طب والهارت؟ الهارت بيتا 1 يبقى ده مسكرين لو خاصه اذا كان سيلكتف ولا نان سيلكتف للماسك النان سيلكتف لا نان سيلكتف بيتا 1 بيتا 2 مظبوط طيب طب ممتاز وايه كمان؟ طب والسويتنج هل هيختفي اللي واخد بيتا بلوكر؟ سمبثاتيك بلوك لا ليه؟ لانه ستار كولن سويت صح مش فضل يا احمد يا سلام على البلاد الجميله دي ما شاء الله يبقى اللي واخد بيتا بلوكر اللي واخد بيتا بلوكر هتظهر عليه علامات اللي هي الورننج سمبتوم كلها ما عدا ايه يا اولاد؟ هتختفي سوري يعني البلبتيشن هيختفي التريمز هيختفي ما عندوش اي علامه خالص
مفيش الا ايه؟ سويتنج عرفه بالعرق الشديد. طيب سؤال لك بقى، لو المريض واخد انسولين طويل المفعول هو ان بي اتش بالليل وجاله هايبوجلايسيميا وهو نايم، كيف اعرفه؟ بحد امرين، ممكن اذا صحى راح القى في هايبرجلايسيميا، لازم اخذ طبعا ياخذ في اللي الساعه 2 والساعه 3. طب لو واحد نايم جنبه ممكن يحس فيه هايبر فنتليشن وسويتنج ويقوم ممكن في نايت مثلا زوجته تقول له ده هو امبارح طول الليل عنده ايه؟ هو هلوسه. هو يقوم الصبح يا ولاد عنده ايه؟ صداع شديد جدا ويقول لك انا عندي كان كوابيس بالليل اللي فات. انت عارف ان عنده ايه يا ولاد؟ هايبرجلايسيميا. بس تتاكد عن طريق تحليل الايه؟ تحليل البول الساعه كام؟ سوري اليورين الساعه 3 الساعه 3. اوكي خش اللي بعدها بقول لك في مجموعه من الدكاتره دول فريق اضاف ايه؟ السالفه. الفريق الثاني قال لك لا انا هضيف بايوجلوتازون. ايه رايك يا احمد؟ لهذا المريض دول الاصح ولا الفريق دول؟ ميتفورمين زائد سالفه ولا ميتفورمين زائد بايوجلوتازون لهذا المريض اللي هو الاوبيز؟ لا الاوبيز لا، مدام الاوبيز ابعد عن البايوبلتزون. ابعد عن البايوبلتزون؟ اذا كان اوبيز لانه بيعمل ريدستريبيوشن. هو يزود 2 كيلو بتاع مش كثير يعني هو برضه كويس ولكن مش وحش لانه سنس كويس. هيزود حاجه بسيطه. ماشي مش اوكي ماشي. طيب قول لي البايوبلتزون ده هيساعد المريض ازاي؟ هيعمل اول حاجه هيكسر اللارج فات. هيعمل سنستايزيشن لل ايه الميكانيزم بتاعه؟ اشتغل هو على الريسبتور طبعا. اسمه الريسبتور اللي هو بي بار. بي بار صح. الريسبتور ده موجود داخل النيوكلا. طيب جرعته كم بايوجلوتازون من 15 ل 45 يعني ببدا بجرعه كام؟ 15. 15 لو هو ما جابش نتيجه بغيرها بعد قد ايه؟ بعد اسبوع؟ لا بعد شهور تقريبا على حد ما بعد شهر او شهرين. ليه بقى يا احمد؟ لحد ما يشتغل نيوكليا. صح لانه نيوكليا واضح يا ولد الكلام ده؟ طيب اللي انت هتحلل له ايه وظائف ايه قبل ما تكتب الدواء ده؟ وليه؟ طيب هو متكسر فين؟ ليفر طبعا. صح يبقى حلل ايه يا اولاد؟ ليفر فانكشن. لو وجدتها اكثر من 3 النورمال يعني الليفر انزيمز اكثر من 3 تايمز النورمال ما اكتبوش. حتى بعض الناس قالوا 2.5 يعني مثلا ال اي ال تي مثلا قلنا مثلا نورمال 40 لو وجدت ده 100 المريض عنده ال تي 100 ما تكتبوش. صح يا شباب؟ واضح الكلام؟ يبقى كل دواء ليه مونيتور. كل دواء ليه مونيتور، المونيتور بتاع الدواء ده ايه؟ هشوف الليفر فاير. تمام كويس يا احمد. طب ايه تاثير الدواء ده على بلاد ليبتس يا احمد؟ لحد ما هيرفعها طبعا. ليه؟ هيرفع ال اتش دي ال، لا هيرفع اللي هي تريجلسرايد لا هو بقلل التريجلسرايد وبيرفع الاتش دي ال عادي مفيد طبعا بس تاثيره على ال دي ال مش كبير ما بأثرش على ال دي ال. يبقى مين اللي احسن منه؟ الايه؟ الميتفورمين. الميتفورمين بيظبط كله. تمام اللي بعدين احنا قلنا الدوس بتاعته قلنا هاو تو وين تو تشيك. اهم بقى السؤال ده ايه السايد افكت بتاع ده؟ اخر سؤال ليه، ما هي اهم سايد افكت هذا الدواء اللي هو البايوجلوتازون؟ احنا قلنا من ضمنها الهيباتوتوكسيست. هي رير صحيح بس ناخد بالي برضه ممكن يعملها. ايه تاني غير الليفر؟ انت قلت بيزود الوزن شويه. ده اهو 2 3 كيلو و3 كيلو ليه؟ لانه بيزود السنسز بتاعت الفات. زود السنس بتاعت الفات ليه؟ لانه زود الانسولين سنسيتيفيتي في الفات. ليه زود الانسولين سنسيتيفيتي في الفات؟ لانه طلع عن طريق البي بار طلع بروتينات جديده زي مثلا حاجات تعمل بروليفريشن للفات وما الى ذلك. طلع لايبوبروتين لايبيز وطلع حاجات كتير جدا يعني فات اسيد بادنج بروتين مش عارف ايه حاجات كتيره جدا طلع. تمام. واتر ريتنشن. سولت اند ووتر ريتنشن يعني هزود الوزن بطريقتين. ايه تاني؟ هي اللي بتريد لو اللي تاثير على العظام نعمل اوستيوبروز. صح خاصه في الكبار السن عشان كده مش اختيار جيد للسيدات بعد سن المنوبوز. مظبوط. ايه كمان؟ يكسر حبوب الهم. يقال انه ممكن يعمل كانسر في البلادر. يقال دي حاجه جديده عليه عشان كده الناس كلها خايفه منه. البايو الروز بيقول لك لا البايو الروز بيعمل اسكيميا بيعمل مايوكارديال مورتاليتي. الروز عشان كده اتسحب امريكا سحبته واحنا سحبناه والسعوديه كل الدول. الروزي لما البايوجلوتازون شاكين فيه لحد دلوقتي قال بيعمل كانسر بلاد بس موجود عندك او لا؟ موجود في الماركت وموجود عندنا لانه لسه دراسات مش اكيد. واضح يا احمد؟ طب ايه تاثيره على الهارت؟ واتر ريتنشن فممكن يزود كونجست الهارت وممكن يغير في الهيستولوجي بتاعت الهارت. واضح يا ولد؟ السادة الفكره بتاعت احنا عايزين الدواء اللي نمر عليه نغير نخلصه خالص. قول لي بقى درجه الريكشن بتاعته بالمره؟ لا اذا كان هو متكسر في الليفر. طب اول شيء راح اصير في كومبيتيشن مع
مو كومبيتيشن اللي هي الانزيم دوسز وانهبيتر. صح خلاص. ايه كمان؟ ممكن هو نفسه يعمل اندكشن لبعض الادويه كسرها زي مين زي ما قال كمان؟ حبوب منع الحمل. منع الحمل والتاكرو لمس بعض الادويه الاخرى والستاتنز بيكسر الاستاتن بقى. بعض الادويه تمام ممتاز يا احمد خلاص. رقم كم يا احمد؟ 64 64. اللي حد يجهز نفسه يا شباب اللي بعدين اديك 10 وانت تاخد 10 قبل كده ما شاء الله. انتزل. تيجي حتى بقى انا اتفضل. احنا بتالي جاوبنا اغلب الاسئله يا ولاد صح؟ درجة دراج انتراكشن خلاص خش بقى 41 يا بقول لك في مجموعه ثالثه بقى احنا بندي جميع الاحتمالات. مجموعه ثالثه قالت لا والله انا مش كاتب ولا سلفه ولا كاتب بايوجلوتازول مع الميتفورمين هضيف له ايه يا ولاد؟ سيتاجليبتا. واضح معايا الكلام؟ ايوه نفس تاجليبتا. او عايز يضيفه مع السلفة والميدفورم ما فيش مشكلة او الواحد مع الميدفورم. بقول لك ازاي السيتاجليبتين يساعد المريض؟ مين هو السيتاجليبتين الاول؟ سيتاجليبتين انهبت الدايبيبتيدايل بيبتيديز انزيم اللي هو بيكسر مين؟ جلوكاجون لايك وبتايد وان اللي هو الكريتين يعني يعني بيزود الكريتين مرتين ثلاثة مش كتير صح؟ هذا الميكانيزم بتاعه. طيب وبعدين؟ السؤال اللي بعدين؟ الدواء ده بقول لك اكسبنسيف الدواء ده يا شباب اكسبنسيف وبعدين يعني متى نكتبه استجبت غالي جدا عندنا اذا فشل مكتوب هو يعني هو بيعمل هايبوجلايسيميا ولا ما بيعملش لا ما بيعملش بيعمل زياده في الوزن ما بيعملش لا ما في افكت عشان كده متى تفكر تكتبه الدواء غالي متى تفكر تكتبه لو المريض بيجي له ايه ريبيتد اتاكس اوف هايبوجلايسيميا او وزنه زين واضح يا اولاد يبقى الدواء لازم يكون له قيمه دواء على فكره يا شباب الانكريتينز دلوقتي هي الموضه امريكا كل الدول عدد في الريجيم بتاعهم بالسكر انكريتين لها قيمه لانه يعني حاجه طبيعيه شويه انت عندك الجهاز الهضمي بتاعك الانتستين بتطلع انكريتين هو بيزودها اما بحافظ عليها اللي هو السيتاجليبتين ده نهبه الانزيم اللي بيكسرها واما بيديك حاجه زيها اللي هو الاكزينتاين واضح يا اولاد بقول لك دي حاجه طبيعيه من الجسم فهم حابينها ولها وظائف كتيره بقول لك بتحافظ على البنكرياس ولها وظائف كتيره كده اوكي طب السؤال اللي بعده ايه يا عم سايد افكت للسيتاجليبتين اهم سايد هو طبعا بيطلع على الكلى ولا على الليفر اكسكريتد على الليفر لا الكدني كده طيب اهم سايد افكت ليه مكتوب اهم مش كده الحساسيه يعمل هيدك يعمل انفكشن انا بضع يقال انه بقلل الليمفوسايت شوي يعمل نيزوفانجيتس ساينوسايتس يورين اتاك انفكشن مقال انه بيعمل نيتروبينيا وكده بس ما بيعملش ايه يا شباب؟ ايوه نو هايبوجلاس خلاص اوكي اللي بعديها احنا ليه قلنا هو ما بيعملش هايبوجلاسينيا بقى؟ هو انت قلت ايه الميكانيزم بتاعه؟ الميكانيزم ان هو زاد جلوكاجون لايك بيبتايد 1 طب ما انا هقول لك يا دكتور طب ما الجلوكاجون لايك بيبتايد 1 بيطلع انسولين يبقى المفروض يعمل هايبوجلاسينيا الاجابه ايه؟ الزياده في الجلوكاجون لايك بتدوت يعني ضعيفه تو تايمز بس مش كتير خلاص نمره اثنين تاثيره على الابيتايت وتاثيره على الموتيلتي ضعيفش ما باثرش على الابيتايت تاثير كبير فعشان كده ما يعملش هايبوجلاسيميا مين اللي بيعمل بقى الاكزينا تايم يعمل هايبوجلاسيميا طيب اللي بعديها انت هتعمل هتحلل وظيفه الكلى عشان قلنا السؤال اللي بعديها وين دو يو ثينك نوت تو يوز اورال دراجز في تايب 2 بقول لك متى بقى ما تكتبش اورال خالص احنا عاملين نكتب اورال اهو بدانا بالميدفورمين وبعدين ضفنا سالب ميدفورمين سيتاجليب ميدفورمين مش عارف كربوز مش عارف ايه كده متى بقى ما تكتبش اورال ولا انسولين في حاله ستريس صح حاله الستريس ايه تاني؟ ستريس زي ايه كده؟ انفكشن تروما كارد انفكشن طب بالك في الجراحه ياخد اورال ولا ما؟ لا لا ما ياخد طيب انت بقى السؤال بتاعك واحد طيب تو وبعدين هيعمل عمليه نجح مثلا افتاء فتكه او اي عمليه كيف انت تمانج؟ تقول له يعمل سؤال سهل خليه يعني ناحيه دواء السكر طبعا يعني هيدانه ماشي على الاورال ولا يبطل؟ لا لازم يبطل لازم يبطل الاورا طيب هو يروح العمليه النهارده ياكل ولا ما ياكلش ما ياكل لانه اصلا هيعمل عمليه هيحصل فوميتنج ما بياكلش امال هيروح العمليه يعطوا له ايه يا اولاد هيعلقوا له جلوكوز صح كام في الميه 10%
ويحطوا معك جلوكوز ايه انسولين ويحطوا معك كمان ايه بوتاسيوم ثلاث حاجات سهله خالص العمليه. يبقى المريض ما بياكلش يوم العمليه بيروح يتفضل العمليه وبعدين يركبوا له محلول جلوكوز مركز 10% خلاص وحط معاه ايه انسولين طبعا بحلل الانسولين كل ساعه في العمليات والحاجات دي. بعدين ليه حطيت الجلوكوز عشان هديله انسولين وبعدين ليه حطيت بوتاسيوم بيدخل لان الانسولين هيدخل البوتاسيوم يعمل هايبوكالمي صح يا شباب هذا ايه متابعه المريض. طيب طبعا بدنا نتابع المريض يا اولاد بعد اثناء العمليه وبعد العمليه لازم ياخد انسولين حديت ما يحصل هيلينج خالص بيرجع للرجيم اللي كان ماشي عليه بس اثناء العمليه وبعد العمليه حتى الجرح يحصل له يا اولاد هيلينج لانه في ستريس ما ينفعش اعطيله اورال خالص. حديت ما يحصل هيلينج ممكن اسبوع حاجه زي كده اسبوعين بعد كده. برضه اللي عنده نيمونيا واحد بياخد ميتفورمين وبياخد سلفا جرت نيمونيا نعمل ايه يا حاتم؟ برضه احول بقف على طول واضح يا اولاد الكلام ده؟ وقف لو سمحت بطل لازم تاخد انسولين. بعض المرضى للاسف ما عنده ريزيستنس لا 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 مش هاخد انسولين احسن لو خدته ادنى امشي عليه على طول زي لو خدت البخاخه بتاعت الازمه ادنى امشي عليها كلام مفهومات خطا. لا وقف الميتفورمين وقف السلفونيلوريا خد انسولين. الحاله النمونيا لانك عندك في الجلوكوز عالي جدا تخش في كيتو اسيدوز لو ما خدتش انسولين تخش في كيتو لان دي ستريس. خد الانسولين النمونيا ريزولفت ارجع تاني للاورال المنتج مفيش اي مشكله. واضح يا اولاد؟ ما يكاد انفرج واحد في العنايه مركزه اورال ايه بقى؟ ما ينفعش يكاد انفرج ارمي الميتفورمين ارمي السلفونيلوريا انسولين. وانا انسولين بقى الشورت ليه؟ لان شورت الديوريسيا بقدر اتحكم في الانسولين كلما انت عايز تتحكم في السكر كويس هات حاجه شورت او حتى الالترا شورت ليه اتحكم فيه كويس وندي حتى انترافينس انفيوجن او ممكن حتى صف كده ناس برضه ما فيش مشكله بس كل 3 4 ساعات بحيث تنظم السكر. خلاص واضح الكلام؟ السؤال اللي بعديه بقى بالتالي احمد جاب السؤال ده اللي هو 10 ادويه تعمل هايبر جلايسيميا او هايبو جلايسيميا مكتوبه عندكم يا شباب ادويه بس احنا عايزين نلفت انتباهكم برضه اللي هي الاي تيبيكال انتي سايكوتيك زي الكلوزابين دي بتعمل بترفع السكر والبروتيز انهبيتور ريتونافير بيرفع السكر خدوا بالكم بس لا في حاجه كمان الانترفيرون موجود هنا يا ابني اهو انترفيرون الفا عشان كده الناس اللي بتاخد الانترفيرون ممكن يجي لها ايه؟ يجي لها سكر ما انا عارف مرضى كده تاخد الانترفيرون يجي لها سكر مضر. طب وش علاقه الدكتور الانترفيرون؟ لا الميكانيزم مش واضح بس ممكن تعمل دمج للبيتا سيلز اكيد كلها بتعمل دمج للبيتا سيلز. طيب والاتيبيكال برضه مش الميكانيزم غير واضح اغلب الادويه دي الميكانيزم بعض الميكانيزم واضح الدايريتك واضح الدايريتك والكورتيزون بس اللي واضح الباقيين مش كالسيوم شانل بلوكر واضح يعني حتى ما يعني اتسكر الكالسيوم بتقلل ريليز اوف انسولين الى حد نعم. طيب السؤال بقى هنا اهو بقول لك المريض دوت ايه الجول بتاعك في الديسليبيديميا في علاجه؟ اقلل ال دي ال الى كام؟ الى يعني ما اقدر اخلي الى اقل من 100 لا اقل من 100 طيب وايه كمان؟ والنان اتش دي ال والنان اتش دي ال النان اتش دي ال في امتى بقى؟ طب هات الحاله كده يا احمد كده شوفها كده طبعا يا ولد احنا يعني احنا قلنا بنعالج مريض مش مرض صح فالمريض عنده ديسليبيديميا فمن ضمن اهدافي بتاعت العلاج بتاعتي اظبط الدهون بتاعت المريض اظبطها ازاي؟ ايه الهدف بتاعك عايز توصل ليه؟ عايز اوصل ال دي ال اقل من كام؟ 100 من 100 واذا كانت الترايجل سترايد اكتر من 200 اذا كانت اكتر من 200 يبقى اذا في هدف ثاني اسمه سكندري جول اللي هو اسمه ايه؟ النان اتش دي ال. ما هو النان اتش دي ال؟ النان اتش دي ال يساوي ال دي ال زائد 30 مش قلنا الكلام ده السنه اللي هاتوا كده شوف لي التراجل سترايد كام عندك؟ ما فيش هنا لا في الحاله بتاعت المريض نفسه موجوده ولا ما فيش؟ لا ما هي ما هي موجوده لا تحت موجوده ايوه كام؟ 180 خلاص يبقى انا عندي هدف واحد بس. هل الاتش دي ال منخفض ولا حاجه؟ اه اهو دكتور على يبقى انا عندي برضه اللي هو اسمه ايه هدف اسمه ايه ولا ايه؟ تي سي على الاتش دي ال دكتور هذه حاله ثانيه هنقولها ثاني مش مشكله احنا بس عشان ناخد الفكره يبقى هقولها ثاني الدهون بتاعت مريض السكر يا اولاد ال دي ال مش عنده مش عالي بس بغض النظر عن الحاله ده او غيرها فكر معايا الدهون في مريض السكر مهم هقولها ثاني الهدف بتاعي عايز اي مريض سكر وغير سكر ال دي ال بس الهدف في مرض السكر بخليه كام يا اولاد؟ اقل من كام؟ من 100 متى اخليها على 70؟ لو عنده ريسك تاني
عنده مثلا اسكيميا او هارت اسكيميا ودايابيتس يبقى لازم اقل من 7. هذا ال دي ان. طيب هل في هدف ثاني اسمه الهدف الاولي؟ هل في هدف ثاني؟ نعم في هدف ثانوي. امتى؟ هبص على حاجتين، اما ال اتش دي ال منخفض او التريجلسيرايد زايد. ال اتش دي ال اقل من 40 يبقى في هدف، التريجلسيرايد اقل من 200 اصغر اكثر من 200 يبقى في هدف. هنا ايه التريجلسيرايد الطبيعيه، ال اتش دي ال هو اللي ايه منخفض، يبقى ايه الهدف بتاع ال اتش دي ال؟ حاجه اسمها تي سي على ال اتش دي ال اقل من 3.5. واضح يا ولاد الكلام؟ خلاص؟ طيب السؤال بقى بتاعك، مين احسن دواء للدهون يكتب لمريض السكر ولماذا؟ اديك اختيارات ولا لا؟ ستاتين. ستاتين صح. ليه؟ لانها بتقلل المورتاليتي في جميع المرضى وبما فيهم مريض السكر، بتقلل المورتاليتي. خلاص انتهى. الادويه الاخرى ممكن تقلل الدهون بس لا تقلل المورتاليتي. خلاص؟ يبقى اذا بكتب ستاتين. طيب افرض انا كتبت ستاتين نزلت لي هي اساسا بتاعت كوليسترول مش بتاعت تريجلسيرايد وانخفض ال ال دي ال بس لسه التريجلسيرايد عاليه فوق ال 500، اضيف مين بقى؟ اضيف الفايبريت ولا اضيف النياسين في مريض السكر؟ ايهما افضل؟ النياسين يرفع السكر. هاتوا من ضمن الادويه المتهمه برفع السكر. هات يا احمد كده من ضمن الادويه المتهمه برأه اهو في موجود ولا مش موجود اهو؟ يبقى ينفع ولا ما ينفعش؟ غلط. لا يبقى اكتب مين؟ الفايبريت. هقولها تاني يا ولاد. خلاص واضحه الدهون في مريض السكر؟ مهمه جدا. نمره اثنين، انا حتى بكتب الاستاتين حتى لو ما عندوش دهون طالما عنده سكر، لان السكر في حد ذاته هو ريسك في الحرق. فانا بكتب له دواء بينفعه، انا قلت لكم بكتب له هديتين هم مين ومين؟ اسبرين واستاتين من غير ما اتكلم معاه ولا شوف ولا شفت عنده كاجوليشن ولا عنده ثرومبوزس ولا عنده دهون، انا بكتبهم هديه. واضح الكلام يا شباب؟ اوعى ننسى الحاجات دي. طيب انزل الحلقه بقى كل احمد. خلاص كفايه عليك انت حاتم، احنا خلصنا ديت. لا لسه بقى خلينا في الضغط، ارجع في الضغط. واحد يخش على الضغط 53. حاتم رقم كام يا حاتم؟ نفس التحضير بقى. ستة. كام؟ ستة؟ الأول؟ ما امتحنتش المرة اللي فاتت. طيب. اتفضل يا أخي، مين اللي ما امتحنش يا ولاد؟ امتحنت؟ تعالى اتفضل. السؤال بتاعك سهل. احنا زي ما احنا بنعالج مريض السكر انا عالجته من الدهون وظبطت له السكر، دلوقتي انت دورك علاج الضغط. تمام. هو انا السؤال بتاعك ايه الجول بتاعك في الضغط؟ عايز تخلي اقل من كام؟ اقل من 120. لا 130. صح 130 على 80. انت فتحت على نفسك فتحه، متى يكون اقل من 120؟ انت اللي بتفتح. لو هو عنده هارت فيلر. خلاص؟ اللي عنده هارت فيلر بخليله الضغط اقل شويه. اوكي خلاص هذا الجول بتاعك. مين الدواء المحترم المفضل زي ما احنا قلنا مثلا في الدهون استاتين، في السكر ميتفورمين، مين الدواء المفضل في علاج خفض الضغط في مريض السكر ولماذا؟ ممكن الانجيوتنسين. صح ممتاز. مش ممكن هو الانجيوتنسين. اديني مثال كده. مش ما تدري انت دكتور زي مين؟ اديني مثال دواء انجيوتنسين كوربتنزال اي دواء. ليزونوبرين. صح. الجرعه بتاعتك كام؟ 10 مللي جرام وان سي دي. تمام. طيب الليزينوبريل لو انت كتبت ليزينوبريل للمريض قبل ما تكتبه له برضه تحلل ايه في الجسم؟ وظايف ايه؟ يعني الكلى ولا الكبد؟ يلا الكلى. الكلى صح، لانه لو عنده رينال فيلير او عنده بايلاتر رينال ارتر ستينوزس ممكن يحصل له مشكله. صح ولا مش صح؟ تمام. ايه تاني عندك؟ طيب إيه يعني هو بقول لك لو الليزينوبريل ما جابش نتيجه ايه الادويه الثانيه البديله ليه؟ او لو افرض المريض عنده بايلاتر ادينا ارتر ستينوز على سبيل المثال يبقى الليزينوبريل كونتر اندكيت، اكتب لي ايه البديل بقى بتاعه؟ دايوريتكس. ممكن صح؟ انهي دايوريتك بقى؟ قول لي مثال كده من دايوريتك انت اخذته؟ هديك بدائل فروزيمايد ولا هيدروكلوروزاسايد؟ اتفضل مين؟ المريض واحد الكليه تعبان فضل الفروزم في لازم صح افضل الكلى بتاعها او ممكن كالسيوم مشينال بلوكا. تعرف دواء كالسيوم مشينال بلوكا يعالج الضغط؟ انا عندي مجموعتين، مجموعه الضغط افكرهم لكم، مجموعه القلب ومجموعه البلاد فيزل. مجموعه البلاد فيزل مجموعتين، مجموعه طايشه زي النفيدبين سريعه، طايشه تعمل مشكله، موضوع عقله زي الاملوديبين. موضوعة القلب بتهدي القلب زي الفيرابامين والديلتازم. هذا جمعت لك الكالسيوم مشينال. نكتب مين منهم بقى؟ الاملوديبين. أمله. جرعته كام؟
خمسة ملي جرام. خمسة ملي جرام. أهم سايد افكت لي هنكلي دي بعمل فلاشنج ويعمل هيدك. صح؟ مش بس دليته؟ فلاشنج وهيدك ويعمل انكل ايديك. تمام. هات اللي بعديها كده. طيب بقول لك البيتا بلوكر تكتبها لمريض السكر ده ولا ما اعرفش؟ في الضغط ولا ببلاش؟ مريض السكر. هي ايه عيبها طيب؟ انت انا شايفك يعني مش مبسوط ان تكتب بيتا بلوكر لمريض السكر. معك حق، بس يعني ليه يعني؟ ليه انت متردد تكتب بيتا بلوكر؟ خايف على الهارت. خايف على الهارت؟ ليه؟ هي حلوه للهارت؟ تعمل هايبوجلايسيميا؟ نعم. لان بلوك الجلايكو جينوليسيس وبلوكو ديفا مش كده ولا ايه؟ فتعمل هايبوجلايسيميا وتمنع الماسكينج علامات اللي هي اولاد السايرين. يبقى ده عيب بتاع بيتا بلوكر. ولكن ميزتها بتحمل قلب. طب افرض المريض ما عنده اسكيميك هارت ديسيز وعنده سكر، تكتب بيتا بلوكر ولا ما تكتبش؟ تكتب سيلكتيف ولا نان سيلكتيف؟ سيلكتيف. اديني مثال للسيلكتيف كده. لا بروبرانولول ده نان سيلكتيف. اديني مثال للسيلكتيف. اتينو جرعته كام؟ من 50 الى 100 ملي جرام وان سيلكتيف. ماشي اوكي. رقمك كام؟ 27. اتفضل. يلا يا شباب بص يا احمد بقى سيب الحاله ديت البرل كنترول ديت بقراها انت في البيت علشان نخش احنا في ايه نغطي اكتر ما نقدر يعني. نخش في حاله الايه لا خلاص الكوميونيكيشن برضه طوال النيروبس والنفروبس والحاجات دي طوال. لا نخش في دي. استاذنك يا دكتور مش كده؟ اخذ امشي عادي. ماشي. نعم. لا لسه ما نخلص ال طارة ال لا طب هات بقى ال هات تايبون بقى احسن خلاص تمام ما يزيد. اه طيب كده استوسس. اه كده استوسس طارة. لا لازم تفضل بقى ساكن معاك ساكن. تفضل بقى انت دي حاجه كده استوسس اقراها كده وشوف ايه سهله. تفضل An 18-year-old boy was brought by his relatives to the hospital. هو كم سنة الولد؟ 18. يعني توقع تايب 1 ولا تايب 2؟ تايب 1. صح. يعني يجي في كده اسلوس ولا ما يجيش؟ يجي. طيب هي تيجي في تايب 1 أكثر ولا تايب 2؟ تايب 1. ممكن تيجي في تايب 2؟ تايب 2 تصير هايبر. يعني ما يجيش كده اسلوس في تايب 2 خالص؟ إلا إذا تحول. صح. يعني في الآخر. يعني خلاص البنكرياس فشل ما عادش عنده سن خلاص يبقى تايب ممكن. أو في حالات الاستريس زي الانفكشن روما هو طيب صح؟ ممتاز كويس اتفضل. فيفرش وتيف اند رابيد فيفر يعني عنده ايه انفكشن ده ستريس ولا مش ستريس؟ ستريس صح. اند هيز بريث هاز ذا فولتي اودر اوف اسيتون. تمام. بير سمول اوف نيل فارنش. يبقى عنده اسيتون اودر يا ولد. منين منين تعرف منين؟ منين؟ من الاس كيتون بايز. كيتون بايز تمام كويس. هيستوري from his relatives revealed that there is no family history of diabetes mellitus. ما عندوش family history. مش شرط في طيب ولا يكون في family history صح؟ نعم اتفضل. They also added that he had got sore throat a few days ago. ايوه sore throat يعني جاله التهابات. هل الالتهابات دي لها علاقه بالحاله بتاعته؟ ال diabetes يعني ده infection. infection نعتبره دلوقتي stress. خلي بالك الولد ده ولا حد عارف ان عنده سكر ولا حاجه. ده واحد عيل ودي حالات اولاد كتير جدا يكون الفيرست برزنتيشن لمرض السكر هو الديابيتيك كوم. كيتو اسيد. فور ويتش هي توك ايبوبروفين وذ ليتل امبروفمنت. ان هو جاله سخونيه كده التهاب في الحلق فخد ايبوبروفين. طيب بعدين؟ هي تولد ذيم ذات هي از جوينج تو ذا تويلت ميني تايمز with large amount of clear urine each time. عنده بوليوريا كمان تمام. By time he became fatigued, dehydrated, he couldn't drink more fluids because of the associated nausea and vomiting. تمام. And هل مريض برضه الكيتو اسيد بيكون عنده اولاد نوزيا وفوم ممكن يجي حتى باكيوت ابدوم يشتكي من الم شديد في البطن البرزنتيشن بتاعه تمام. Until he became comatose, the investigations showed high blood glucose, ketone bodies, glucose plus ketone في اليورين وعنده ايه؟ سيرم صوديوم لو والبوتاسيوم هاي. انا عايزك بس بعض الحاجات نفهمها بس كده. ليه الصوديوم لو؟ لانه في هايبر اوزمولاريتي. هاي لو صوديوم لو
صوديوم لو مش الكيتون بوديز والجلوكوز يسحب خلط الميه توصل صح وايه كمان وفيها فيلوس طيب والبوتاسيوم ليه البوتاسيوم هاي كان المفروض ينطبق عليه ما ينطبق على الصوديوم ليه البوتاسيوم هاي في الميه مش ينطبق ما ينطبق نفس الصوديوم هو اللي دخل البوتاسيوم صح الانسولين انسولين فهو هاي صح طلع من الخلية بسبب الاسيدوز بضحك حتى ديت يا اولاد طب بس انا بسالك سؤال البوتاسيوم في جسم المريض ده التوتال قل ولا زاد؟ توتال التوتال يعني افرض انت عندك في جسمك 5 جرام بوتاسيوم لو انا قستهم كده في الدم وفي جسمك كله التوتال قل ولا زاد؟ التوتال ما اتلمسش لا قل بسبب البوليوريا صح؟ مش هو بتاع في موجود البوليوريا كتير جدا عمال ينزل بوتاسيوم بس في الدم زايد بس في الدم زاد ليه؟ لانه الهيدروجين زاد في الدم العسل دخل جوه الخليه ريبليس مين؟ البوتاسيوم هو زياده هنا ورد زياده ايه؟ طارئه زياده مؤقته بدليل ان انا عامل دلوقتي ادي له بوتاسيوم صح ولا طب انت مجنون بقى يكون عندي بوتاسيوم هاي وتدي له بوتاسيوم ينفع؟ اعطيه انسولين الاول يا سلام عليك اذا دعنا نتفق بقى ايه خطوط العلاج المريض ده الاول كده قبل ما اول حاجه هوسبيتاليزيشن صح ممتاز في الاي سي يو نعم بعد كده انسولين استنى بقى بالراحه خطوه اوكي هتدي له انسولين نعرف ليه تدي له انسولين هايبوجلايسيميا عشان عنده هايبوجلايسيميا تمام الجرعه بتاعت الانسولين كام؟ 0.5 2.6 لا لا كتير بدي له 0.1 على الكيلو في الساعه 0.1 على الكيلو في الساعه يعني مثلا انت سعادتك 60 كيلو تاخد كام واحده؟ 6 وحدات بس يتخذوا ازاي؟ انت رابينس ولا انت ماسكر ولا انت رابينس انفيوجن ولا بولس؟ اول حاجه اي في على طول بولس وبعدين انفيوجن بنفس المعدل كل ساعه تمام طبعا الجلوكوز مثلا هنا 600 خلي بالكم معايا من الحاله دي عشان الحاله دي بتبقى مهمه جدا 600 بدا ينزل خلاص مين اللي بدا ينزل تاني؟ البوتاسيوم صح؟ طب بدله انسولين بس؟ بديله بعد كده ايوه بوتاسيوم كلورايد امتى بقى تدي له بوتاسيوم؟ اذا وصل الجلوكوز 200 ادي له بوتاسيوم هي علاقه الجلوكوز بالبوتاسيوم؟ عفوا معلش ادي له بوتاسيوم اذا كان نفهمها بس يا يعني عايزين نفهمها مش نحفظها يعني الحاله سهله وظريفه انت قلت انسولين معاك قلت لك معاك انسولين هدلك ماشي انسولين كده بالمعدل دوت وبعدين كل ما الجلوكوز بينزل انا بقلل الريت بتاع الانسولين كنت الاول بديله 6 وحدات في الساعه تصل الى 3 في الساعة 2 في الساعة مفيش مشكلة ليه كل ما ينزل الجلوكوز هتلني ادي انسولين على طول على طول على طول ولا اعمل ولا بطل انت؟ لان انا اصلا 200 طب وصل 200 اضيف الجلوكوز صح الجلوكوز انا الجلوكوز بقى؟ 5 السلام عليك 5% ليه بتضيف الجلوكوز عند 5%؟ علشان خلي الانسولين يشتغل عشان الانسولين يشتغل عشان يخلص على مين الكيتون بوديز لسه والبوتاسيوم وخاف على البرين وخايف على البرين برين قديم صح ممتاز جدا هذا الانسولين نرجع للبوتاسيوم متى تضيف البوتاسيوم؟ بوتاسيوم كلورايد اشوف البوتاسيوم كام. طيب هو هديك حق بس انت سالتني استنى بس انت قلت لي كام؟ اقول لك 6 6 من اللي مول علم اعطيه 10 خطا خطا هو 6 عالي ولا منخفض؟ عالي ما بتدي له 10 مللي حد عارف يا شباب؟ اقل من نص ها؟ اقل من نص ادي له نص؟ لا لما يكون البوتاسيوم 5.5 ياخد 3.5 3.5 اه لا انا بقول لك الحاله اهو لقيت البوتاسيوم بتاعه 6 لا ما اعطيك ما ياخدش البوتاسيوم ايوه كده كلام الصح كده ما هو المنطق واحنا عايز افهم يعني طالما عالي على الطبيعي ده انت داخل فايبر كريم اديك بوتاسيوم لا انتظر ايه؟ لما الانسولين يشتغل وادي له المحاليل مش انت هتدي ملح دلوقتي ولا مش هتدي؟ المحاليل مع الانسولين خلاص هيقللوا البوتاسيوم يبدا يخش جوه الخليه ومع الدايليوشن خلاص ومع يعني ريهايدريشن للمريض خلاص هينزل بوتاسيوم ابدا اديه. طيب هنقولها معادله بسيطه خالص اهو. اكثر من 5.5 ما تاخدش. من 5.5 ل 3.5 ممكن ياخد 10 ل 20 ملي مول في الساعه. 10 الى 20. اقل من 3.5 ياخد ال 40 الى 80 ملي مول في الساعه. او على اللتر مفيش مشكله. يعني ياخد كميه كبيره. بتابع طبعا البوتاسيوم كل ساعه. بحلل البوتاسيوم عشان اشوفه. خلاص خلصنا من البوتاسيوم. ايه تاني عندك؟ ممكن اضيف صوديوم بايكربونات امتى؟ اذا كان مرة يعني كام؟ بيعيدش كام؟ 7.1 اقل من 7.1 صح لكن هو في وانت بتضيف صوديوم بايكربونات المرضى عنده اسيدوزس ولا الكالوزس؟ فانت عايز تصلحها بتديله بايكربونات عشان تصلح على الاسيدوزس
بس هي ممكن الاسيدوز تتصلح بالعلاج اللي قبل كده اللي هو مين الانسولين. هي الاسيدوز سببها ايه؟ كيتون بوديز. مين الكيتون بوديز؟ لان مفيش انسولين في تكسير الدهون. طب ما احنا ندي انسولين اهو بقى. ايوه يبقى الاشواق اللي طلعوا يطلعوا مع اليورين وكده، لكن انا وقفت خلاص. يبقى هو الانسولين ممكن نفسه يعالج الايه؟ والصودا بيكربونات خطر يا اولاد، ما بنعطاش الا في الحالات اللي ما البي اتش تنزل عن كام؟ عن 7.1. ممتاز. يبقى انت قلت ادمت انسولين وقلت بوتاسيوم كلورايد وقلت صودا بيكربونات. انت قلت ما قلتش سلاين. انت السلاين 1 لتر. كام لتر؟ 1 لتر الساعه الاولانيه. السلام عليكم. الساعتين الاولانيين ندي له لترين. هو تفتكر لما فقد كام لتر في الجمله دي؟ يبقى 7 لتر من وزن فلويد، فلازم اعوضهم لي يا اولاد مش كده ولا ايه؟ اول لتر، اول ساعه لتر، وثاني ساعه لتر، وبعد بعد كده اقلل نص لتر، وهكذا اقلل وهكذا. بياخد حوالي 6 ل 7 لتر في اول مثلا يوم ولا حاجه. 100% نورمال ولا لا؟ نورمال. متى ياخد نص نورمال؟ ممتاز ما شاء الله عليك. ما في نورمال؟ اقول لا كفايه نورمال بقى؟ اذا كان وابدا اقول له هات نص نورمال مع جلوكوز 5%. اذا كان الصوت كويس. صح ممتاز. تتقفل الحكايه ما شاء الله على دكتورة يعالج الحالة ما شاء الله. إذا وصل الصوديوم للنورمال رينج هدي صوديوم كلورايد تاني ليه؟ هيجي له هايبر تنشن. هدي نص نورمال اللي هو 0.45% نص نورمال. مع مين بقى الجلوكوز ال 5% اللي هو إمتى تعطيه؟ لما الجلوكوز يصل إلى كام؟ إلى 100. واضحة يا شباب؟ عرفنا احنا القصة ماشية إزاي؟ طيب إيه تاني مطلوب للمريض دوت؟ ممكن نعطيه فوسفيت. ممكن فوسفيت لو نزلت على 1 ملي. نادر نادر تشتغل. انتي بيوتيك ليه؟ عشان الفيفر. عشان الانفكشن. تمام. وتعمل له كمان سبورت. طيب السؤال بقى ليك اخر سؤال بقى عشان نديك الفول مارك. انت خدت الفول مارك اصلا بس عشان زمانك يعرفني. متى شفت من الانترفينس انسولين للسبكتينس انسولين؟ وكيف تعمل شفت؟ اعطيه السبكتينس طبعا لما يصحى. انت امتى بقى يعني يبدا ياكل؟ مفيش نوزيا ولا فونتا وفاق خلاص يبدا ياكل صح؟ ايوه. بدا ياكل هبدا اعطي له ايه انسولين ايه؟ سبكتين. هل هوقف ان انت ربنا سبكتين ولا اعمل ايه؟ هوقف اعطي سبكتين وانتظر ساعه. ما شاء الله عليك. الحرف اللي انا لازم لكم دي يا اولاد مهمه جدا. ازاي بقى؟ بعض الدكاتره يخطئ ازاي؟ اروح مثلا موقف الانترفيرس انسولين خلاص؟ وياكل المريض وبعدين يدي له سبكتين. السبكتين بيشتغل بعد قد ايه؟ نص ساعه. لا نص ساعه وساعه. في الساعة ديت يكون دخل في كيتو اسيدوزيس تاني. المريض حالته حرجة. أمال أعمل إيه؟ لا دمك ماشي الانترافينس ودي السبكتين. خلاص؟ وبعدين بعد ساعة بطل الإيه؟ الانترافينس يكون بدأ مين اللي يشتغل؟ السبكتين. دي حتة مهمة جدا ودي تحصل فيها مشاكل كتير. الشورت يعني؟ الشورت سبكتينس كل 4 ساعات، لسه إحنا مش جينا على الريجيم بتاعه الأصلي. لما يبقى كويس خالص هو طبعا يخرج من البيت بقى يخرج من المستشفى بعد 48 ساعه يروح البيت بدل ما يمشي يومين كمان يا ولاد ولا حاجه اذا كان عنده جرح اذا كان عنده اي حاجه تبقى هيلث كويس انا بمشي على ريجولر قوي ظبطت الامور خالص برجع للجيم بتاعه كان مثلا كويس ديلي او زي ما كان ماشي او حتى اورال مش مشكله ازاي بفضل يحصل رجوع؟ نعم لا انا بقول ايه فهموا الحته ديت يا ولاد عبد الله بيسال على الموضوع اللي هو الريكرنت كيتو اسيدوز تيجي ازاي؟ انا بدي انترفينس اهو خلي بالك المريض في دمه لسه في كيتون بوديز صح ولا مش صح؟ والانسولين من وظيفته يخلصنا من الكيتون بوديز ده فهي الفكره ما تسيبش الجسم خالي من الانسولين صح؟ انت بتدي انت الانترفينس الهاف لايف بتاعك كام؟ 10 دقائق يعني بتكسر على طول طيب انت اعطيت دلوقتي بطلت الانترفينس حاليا دلوقتي حالا ورحت مدي له حقنه سبكتين السبكتينس دي قدامها قد ايه ما تشتغل؟ ساعه الساعه ديت ممكن يحصل له ايه؟ مفهوم عبد الله؟ فلازم انا ايه؟ ادني مستمر بالانترافينس وبعدين ادي الحقنه. بعد ساعه ممكن ايه؟ اسحب الانترافينس والحقنه بدات تشتغل. واضح يا شباب؟ اوكي. رقم كم؟ 5-5؟ 5-5. ممتاز يا عبد الله؟ ايه ممتاز والله. خلاص انا عدت الكيس دكتور؟ نعم. خلاص دي خلاص. لا لا ارجع تاني احنا بس هو طبعا المريض هيطلع من لا اطلع فوش مين اللي هيخش بقى في تايب 1 اللي ما امتحنش تعالى هو المريض طبعا تايب 1 مش كده وانا خلاص الحمد لله فاق من الكيتو اسيدوز هتروح البيت هتكتب له انسولين انهي نوع من الانسولين وانهي بيزل بول قول لي كده يعني مثلا جرعته كام الولد ده مثلا 18 سنه والوزنه
أنا أقول كم مثلا 45 50 كيلو. 0.2 في الأول يعني 0.3 مثلا. 0.3 يونت على الكيلو. أتوزعهم إزاي؟ بيز الحكم معي كم في المية من الجرعة؟ 50%. والبولس كم في المية؟ 50%. طب يعني اديني مثال البيزل كده؟ بيزل الجلارجين. الجلارجين أو ديتامير أو ام بي اتش. طيب والبولس؟ البولس الفلتراشور. الفلتراشور ممتاز. طيب كويس كده. طيب مشي كده مشي شوي مشي كمان. المريض ده هتمشي على طايت يعني كنترول اوف جلوكوز ولا كونفنشنال ولماذا؟ على حسب افضل تايت بس كان هو 18 سنه الافضل ايه؟ 18 اي تايت الافضل تايت صح. طيب الافضل تايت مظبوط. طيب افرض احنا يعني دكتور مثلا خايف من التايت والمالتيبل انجكشن والتحليل قال لك تمشي كونفنشنال زي تمشي كونفنشنال مرتين في اليوم. مرتين في اليوم. وإيه وإيه بقى؟ مثلا أعطيه MBH مرتين في اليوم. أيوه. جرعتين في الصباح. ماشي. الصباح. بس؟ MBH بس لوحده؟ لا يكون معاه. مع الريجولر. مع الريجولر. صح؟ في ممكن في سرنجة واحدة يعني 1 انجكشن بدل 2 انجكشن؟ اه. ممكن 2 انجكشن. طيب بص بقى هات الحالة دي أحمد كده اللي بعديها. بس لا. ليه قبل دي؟ بس هي دي خلاص. يعني أنت بس بتدي له تويس. انجكشن لما احنا متفقين اللي هو ام بي اتش مع الايه؟ مع الريكو. وبعدين حصل الحاجات دي جاله مثلا بيقول لك بيفور لانش وجدت الجلوكوز عالي تتصرف ازاي؟ بيفور لانش ازود جرعه الصلاه. صح ممتاز. طب لو بيفور دينر ازود جرعه الام بي اتش الطويله. معانا يا شباب؟ احنا قلنا الكلام ده بنراجعه تاني. طيب لو وجدنا الفاستنج هو اللي عالي ازود الشرب. خطا. لا لا مو اتاكد اول شيء. ايوه سلام عليك. ساقبول ممتاز. اتاكد تعمل ايه؟ اشيك الساعه 3. يا سلام. ليه عشان ايه؟ عشان ما يكون السموجي. الراجل الياباني ده مكتشف الحاله دي. تمام. خلاص فهمت انت هتعمل ايه؟ طب عند البيت تايم هو جاي ينام لان السكر عالي. اتاكد من حق الشرب. يعني اقلل ولا ازود؟ ازود وانا مطمن ما انا صحي خلاص؟ طيب قل لي كيف نحل موضوع سمودي فينومينا دي؟ قل لي حلول كده مبتكره، فكر كده، احنا عايزين طلبه القصيم يعني ما شاء الله دكاتره كبار. احد الحلول مثلا اعطيه سناك قبل النوم. سناك قبل النوم صح، ممتاز. او ممكن ازود الافكت حقي في الليل. ازود ايه؟ ازود الجرعه حال. لا انت هو اساسا من زياده الجرعه لا اقل صوت. انقص الجرعه. صح، دي حل ثاني. حل ثالث. مفهوم الحلول تاني ولا في حل تاني؟ ازيد انجكشن بس كده يعني اغير كده في الانجكشن في المواعيد بتاعت الانجكشن. اخلي الام بي اتش ياخد الساعه كام؟ 12 بدل 8 او 7. فكر كده اللي يحصل ولا النهار تشتريك يا اما فين؟ الصبح الساعه 10. هو صاحي ولا مش صاحي؟ صح. خلاص لو جاله البالبتيشن هو ايه مشكله السمجي؟ بيجي له الهايبر جلاسيما هو ايه؟ نايم فما بنعرفش ممكن يموت حد لو عنده القلب تحيكارديا على مريض القلب تعمل. لكن لو اديتوله الساعة 12 البيك بتاع الام بي اتش الساعة 9 الصبح او مثلا في الحدود ديت كده هيكون صاحي ما فيش حتى لو الصبح مش مشكلة. نعم. الدكتور ده مش هيلعب في البولس بتاع الصباح؟ البولس هيغير ماشي ما احنا هعدل انا هعد ممكن اقللها شوية لانه هيفطر الصبح الاصل هو الام بي اتش كده بيكون فترة الصبح قل شوية مش مشكلة يعني هديله برضه بس هقلل الجرعة شوية ماشي. والهايبر جلاسيميا نفس الحكاية ممتاز يا عاصم. شفت انت كنت خايف ومش طيب في حاله بقى دي حاله 43 دي جميله دي بيسموها انا اقول لك عليها كده يا عاصم خد بالك يا اولاد بقى دي حاجه اسمها السيك داي سندروم. ايه السيك داي سندروم؟ هتقابلكم كتير جدا دي. مريض عنده سكر وبعدين جات له انفلونزا جات له ايه؟ انفلونزا اهو وبعدين مش جاله كده يا اسيدوكس لا جاله ايه؟ ليه سرج كده؟ سويت بوليوريا بوليديبسيا بس هو بياكل وبيشرب بيسموا الحالة دي اسمها ايه يا ولاد؟ سيك داي سندروم. هاو كان يو مانج؟ فكر فيها كده. كانوا مثلا في انفلونزا يعني انفكشن بس ما جالوش غيبوبه ولا حاجه هو عندي في البيت. هل اوديه المستشفى يا رب دي ولا عالجه في البيت ممكن؟ لو جاتك الحاله دي يا عاصم تعمل انت دكتور محترم ايش رايك؟
اعلقه في البيت، انا ما اقول لك انا اعلقه في البيت خلاص، لانه حاله عاديه خالص. طيب خلي بالك من الحاله بقى يا ولد، التكاتر اللي تيجي في الحاله دي يقول لك المريض رفض ياكل. ليه رفض ياكل؟ عنده نوزيا، نوزيا من الحراره والسخونيه ما بياكلش، يبقى بدا رفض ياكل ورفض ياخد العلاج كمان. هل الكلام ده صح ولا خطا؟ خلي بالكم عنده ستريس، عنده انفكشن. يبقى انت لو انت جالك يسالوك يا دكتور عاصم المريض ده هو ما بياكلش لانه عنده نوزيا وعنده سخونيه مش راضي ياكل، هل ندي له الانسولين ولا نوقف عند الانسولين؟ نوقف الانسولين، نقلل يعني اعطيه اوقف الانسولين. طيب انت رايك كده اقلل بس. طيب اوكي، حد عنده راي ثاني يا احمد؟ زوده وقلله للشوت يعني عشان يتحكم فيه، بس انه يعني يستمر ولا يوقف؟ لا يستمر، يعني يعطيه لازم ياخذ ممتاز. طيب تدي له تنصحه ياخذ ايه بقى معاه؟ طبعا ياخذ سوايا، ياخذ كربوهيدرات، بسكوت وعصاير والحاجات دي مهمة جدا جدا. حد عارف ليه احمد؟ قول لي ليه المريض لازم يدوا له عصاير وبسكوتات وياخد الانسولين؟ بالعكس، اذا كان ناخذه 8 ساعات اخليه كل 4 ساعات واخليه شوية كل السكرات في الوقت في كبر. لا لا انا بدي اتفضل سيبوا الشوكر ساعات. ايوه ياخد يعني لا ياخد كربوهيدرات وبسكوت وياخد صوبس وسوائلية ولاد. هو المريض شكله ايه؟ شكله لو انا سبته يخش فيا هيبتدي يسد. انت لسه في الاول، انت لسه في الاول، ممكن تلحقه. تلحقه ازاي؟ هو الاستريس ده تفتكر الجلوكوز بتاعه عالي ولا منخفض؟ عالي عالي. تبطل عنه الانسولين ليه؟ هو المريض ببطل ليه؟ يقول لك انا ما باكلش، ولو حتى ما بتاكلش بس عندك استريس. قطع الحركه دي يبقى النصيحه ليا لا، اقول له خد الدواء لو سمحت، خد الانسولين امشي عليه زي ما انت ماشي. بالعكس ده احنا هنزوده، هنعمل حركه بقى ظريفه بدل الان بي اتش اقول له لا خد الشورت. صح، خد الشورت كل 6 ساعات ونحلل كل 6 ساعات. خلاص يا ولاد؟ متى احلل اشوف الكيتو مودس في اليورين بتاعه؟ ادور امتى؟ لهذا المريض لو عدى السكر بتاعه 300 تجوع عندك. لو عدى السكر كام؟ 300 اقول لك لا شوف الكيتو مودس، هنخش بقى في الكيتو اسيد. واضح يا ولاد؟ وبعدين طبعا لو كان عنده انفكشن ادي له انتيبيوتيك وادي له يعني هو اذا الفكره كلها بدل ما بروح المستشفى وانت رافينس فلويد ده بدي له اورال فلويد وبياخد كربوهيدرات وبياخد انسولين ريجولار بحلل كل 6 ساعات كل 4 ساعات هو بس بكل السكر 400 500 بينزل جراد بس ما فيش كيتو اسيدوس. لو في عدى 300 بشوف الكيتون بودز وهكذا حتى الانسولين اللي انا اعطيه يتخلص من الكيتون بودز وهتعدي الحاله بسلام بدون داعي الى ايه يا اولاد؟ الى ان نروح المستشفى لان المريض حاله مايل. خلاص فهمتوا الحاله ديت؟ رقم كام يا عاصم؟ 45. مين اللي ما امتحنش يا شباب تاني عشان يخلص؟ درجات النهارده ما شاء الله يعني نعم. معلش الحاله هذه طيب انا بقى نشرح لك عبد الله بعد. لا يا دكتور ما عيال قضيه لا ما محتاج يا ممكن طبعا ممكن خطر ولا حاجه ما هو نفسي لا يعني هو لو كان فوميتنج ممكن ما يعني تكتب له محل لو كنت كاتب له محل تكتب له فلويد حتى في البيت صلاين وكل حاجه انا مش ده بتكلم وش جواب السؤال ليش يعطيه عصير؟ لا عشان انا عشان ما اديش كيتو اسيدوزس. انت لو ما اديتلوش كربوهيدرات هياخد يكسر الدهون وانا فانا بديله وانا بديله انسولين من غير جلوكوز اديله انسولين من غير جلوكوز هنخش في ايه؟ في مشكله نعم انا بدي انسولين نمره 2 عشان ما يحصلوش كيتو اسيدوزس. لما يكون في كربوهيدرات الجسم ما بياخدش الفات يكسرها ويحولها الى كيتو اسيدوزس. علاج المريض ده نمره 1 انت بيوتك وانت بايريتك عادي ماشي اوكي. اهم حاجه اكسيسي فلويد ياخد مثلا شوربه رز على امل يبقى دي تعادل ايه محلول الملح اللي انا بديهوله في المستشفى يبقى هذا المحلول الملح. وبعدين بديله سوكس وبديله عصاير كتير جدا خلاص. وبعدين الانسولين زي ما قال احمد بدل ما اديله انسولين طويل المفعول لا ما ينفعنيش اخليه شورت اتحكم ليه عشان اتحكم فيه وتابع هو ساعات بسيطه هيتظبط المريض زي او يوم حتى بزل. ما محتاج المستشفى لكن العسل ده المستشفى ما فيش اي مشكله خلاص. بيسموه يا اولاد ده سيك داي سندروم او كان يوماني سيك داي سندروم. التكه اللي فيها كلها هل المريض ياخد الانسولين رغم انه ما بياكل؟ نعم الاجابه نعم ياخد الانسولين حتى لو ما بياكلش. ليه؟ لانه عنده ستريس وعنده هايبر جليسيميا ولو سبته كده سعادتك سواء اكل ما اكلش هيخش بالكيتو اسيدوس. خلاص يا شباب؟ ماشي اللي بعدها يا احمد. الهايبر جليسيميا خلاص احنا عارفينها بقى تمام؟ مين اللي ما امتحنش يا شباب؟ انا اتكلم عن حالات الهايبر جليسيميا. اعتقد كده حد ما امتحنش؟ ريان تحب تبدا؟ لا طيب
بقى عنده اي عايز ينتهي الاولاد خلاص في كده عايزين اي حاجه في الحلقه خلاص احنا سيبنا الحالات بس اللي هي الفور او الكومبليكيشن هنقولها كلمتين بس ايه الكومبليكيشن عندي نفروباسي وعندي ريتينوباسي وعندي نيوروباسي هو عندي بريفرال نيوروباسي هنقولها بس بسرعه كده عشان نلم الموضوع من ناحيه النفروباسي احسن دواء يعالج عند بريفنت الدايابيتك نفروباسي هو الانجيوتنسين وكلمه انجيوتنسين عند نوعين اما انجيوتنسين كونفرت اكزام انهبيتور واما انجيوتنسين ريسبتور بلوكر ده دواء ممتاز بس بشرط ان كل الكدنه مش فيها بايلاترال رينال افتر استنار ده يعالج ليه يا اولاد يعالج ويمنع النفروباسي التكه اللي فيها لو المريض بلاش كلام يعني لو المريض عنده الكدني امبيرمنت تابع بالحاجتين تابع بالسيرم كرياتينين والبوتاسيوم سيرم كرياتينين والبوتاسيوم خلاص خلصنا من النفروباسي نيجي لحاله الريتينوباسي طبعا ما يخفاش عليكم الحاجات دي مايكرو باسكولار كومبليكيشن اوف دايابيتس والكنترول فيها كلها تحكم في السكر وتحكم في الضغط تحكم في السكر وتحكم في الضغط الريتينوباسي عشان تقلله تحكم في السكر كويس عشان كده قلت لكم الجول بتاعنا عاد كام اقل من كام يا شباب من 7 اقل من 7 جلايكيتد هيموجلوبين تقلل الحاجات دي جدا جدا كانك طبيعي ان شاء الله انا اعرف مرضى عاش 85 سنه وعنده دايابيتس وزي الفل 85 سنه يعني غير النورمال مفيش اي مشكله طبعا هو في الاخر بيجي برضه شويه ريتينوباسي ونفروباسي بس بسيطه غير مثلا المشاكل اللي احنا بنشوفها بدري خالص واحد 50 سنه تلاقي ينتقل لنا الفيليا من النفروباسي طبعا ما يخفاش عليكم برضه ولا طبعا مكتوب عندكم حاجه تبقى ورايا يعني سهله اللي هو ازاي تتابع المريض السكر دوري تابع مريض السكر دوري تكشف عليه يا شباب العين فندوسكوب ريتينوسكوب بتشوف بتعمل منظار بتشوف البروفريشن بتاع البلاد فيزل والحاجات دي وتشوف الريترا وتشوف الفندس وتشوف الحاجات دي كلها وبعدين من ناحيه الكدني هكشف عليها ازاي اشوف الابومنوري مش كده ولا لا وبعدين ما تنساش فحص مين الفوت كل شويه ليه عشان نيوروباسي والالسر عشان نيوروباسي وعشان الالسر لان الالسر اللي عند المريض بتيجي من كام سبب بتاع مريض السكر من ثلاث اسباب نمره 1 ما يشعرش اسكيميا تعمل تروما نمره 2 اسكيميا نمره 3 السكر زايد صح يا شباب نمره 4 المناعه ضعيفه مناعة بتاعته ضعيفة، فأي تروما عند مسكين ممكن يفقد فيها رجليه، فعشان كده أول ما مريض السكر يجي لك تخطوها في سنة تانية افحص القدم ونبهه قول له تلبس مثلا مغزى كوتشي واسع مش ناشف، الجزمة الطبية ما ما يعني المريض لو كان كبير في السن ابعد عنه الحاجات اللي ممكن يخبط فيها، خطة بس تروما كده ممكن تكلفه حاجات كتير على أي حال لو حصل له انفكشن في رجليه خد الموضوع فيري سيريس لوكال ديبريتمنت وغسيل وتنظيف والحاجات دي كلها وبعدين تدي له انتي بيوتيك زي ما انا قلت لكم كومباينيشن حديد ما تعمل كالشنس ستيب تاخد عينه الاول تسحب عينه عشان تعملها مزرعه وتدي له بقى تغطي كل حاجه امانه جلوكوسات عشان الجرام نيجاتيف اموكسيسيلين عشان ايه؟ الجرام بوزيتيف ومترونيدازول ده كله انترافينس يا اولاد كله انترافينس عشان الانيروب الحديد ما تطلع نتيجه المزرعه وبعدين هي هكمل بقى سواء الفورس جنريشن من كيفاس سفلسفورس زي السيفيدين وانترافينس برضه وهكذا يعني خدها في السيريس لان ديت حياه المريض ممكن رجله تضيع فيها يعني كده خلصنا من ايه موضوع الفوت والحاجات دي احنا نيجي العين طبعا احنا قلنا تنظيم السكر وتنظيم الطب نمره اثنين طبعا مرضى دكاتره العين بيعملوا حاجه اسمها ليزر فوتو كواجوليشن البلاد فيزل ديت بيعملها كواجوليشن كده بليزر مش شغلتنا خلاص نيجي العين ولقنا الكليه العنايه بتاعتها اهي خد بالك منها وما تنساش الانجيوتنسين قلنا تاني هتقابلك مشكله واحده بس الكليه لو تعملها شويه قلت لكم الحل قلل الجرعه شوف البوتاسيوم شوف الكرياتينين خلاص ده مهم جدا لو حتى ضغط المريض طبيعي دول اللي زنبرين بار بس جرعه بسيطه هيستفيد بقى خلصنا من الايه ايه تاني نيروباس نيروباس يا اولاد برضه حاجه يعني هتصعب عليكم المرضى بتوع السكر من الالم يعني اللي بيشوفوه طول الليل يصرخ من الالم وما فيش دواء جايب نتيجه اللي هو البريفرال نيروس بين المامبلس يقول لك في خدل في تنميل في الرجل في الم شديد جدا يبكي المريض وانا شفت مرضى مساكين جدا وعنده رعب ان هي تتقطع عارفين انتوا الكلام مرضى مساكين جدا في النيروباس على اي حال العلاج يعني ما يشرفش كله مسكنات نبدا بباراسيتامول ليه ببدا بباراسيتامول خايف على الكلى من النانسترويد خليك ذكي دكتور سعد النانسترويد انهبت البروستاجلاندين والكليه بتاعته ما قلت لحضرتك دلوقتي الكليه تعبان البروستاجلاندين انهبت شويه البروستاجلاندين اللي عنده اللي هو النانسترويد
انهبيت شويه البروستاجلاندين اللي ماشيين الكليه بتاعته، هتلاقيه على طول بعد كورس ايبوبروفين، بعد كورس نابروكسين، بعد كورس سبرين، كليه باظ. انت السبب. دي ملحوظه يا اولاد، بقول لكم على الخبره تاخدوا بالكم من الحاجات دي. تكتبش نانوستريد في المريض، تاخد بالك من الكليه. نمره 2 برضه ما تكتبش ادويه نيفروتوكسيك، ده مريض الكليه بتاعته تعبانه يا اخي. شفت احنا خدنا بالنا من الميتفورمين ازاي؟ بس ممكن على سبيل المثال السيفالوسبورين دي نيفروتوكسيك. صح ولا مش صح؟ السيفالوسبورين خاصة ما تكتبها مع الامين جلايكوسايد نيفروتوكسيك، خد بالك من الحاجات دي. طيب يبقى احنا ايه قلنا دلوقتي يا شباب؟ قلنا ايه دلوقتي؟ هذا الباراسيتامول. نمره 2 نانوستريد. نمره 3 بقى الحاجات الجديده دلوقتي بيكتبوا انتي ديبريسنت. تريبتازون الحاجات ديت، الطفرانين الحاجات دي انتي ديبريسنت، يقال انها بترفع السيروتونين في المخ. وانتوا عارفين السيروتونين، فاكرين اللي قلت لكم على المورفين بيعمل ايه؟ المورفين بيزود السيروتونين في البين باسوي فانهبت الالم، فبرضه هم بيزودوا السيروتونين، والسيروتونين لما بيزيد في المخ بيقلل الالم اللي هو النيوروباسيت بيرفع النيوروباس، يبقى ده الانتي ديبريسنت. الحاجه الثالثه انتي كونفالسنت. لا بقى اغلب المرضى دلوقتي الحاجه الموضه الحديثه خالص بقى احدث حاجه اسمها الجابا بنت، سمعت عنها ولا انت كونفالس دي بتكتب المرضى البريفر نيوروبس كتير كده، وفي حاجات اكتر من كده، بس اكتر دواء يستخدم حاليا دلوقتي هو الجابا بنت والتريبتازون. دول الاثنين دول مع بعض حتى ممكن يحسن لك لحد النمره. بعد كده بقى لو فشل تدي ترامادول، خليه بقى يروق نفسه. ترامادول يا اولاد مسكن عظيم نمره 2 له، يعالج البريفرال نيروباس لانه برضه بيزود السيروتونين في المخ. نفس الفكره. هذا عندك الادويه. الحديث ما يقضي الا انت هتعمل ايه؟ ما فيش عندك مشكله، ما عندك مشكله في الحكايه دي. علاج العصب يا اولاد علاج مزمن للاسف. اللي انا عايز انبهك كدكاتره المستقبل ان شاء الله، خد بالك من نون استرايد. ما تبوظش كليه المريض. ان ما كنتش هتنفع المريض ما تضروش. نمره 2 زي ما انا قلت لكم، خد بالك من الادويه النيفروتوكسيك. والنيفروتوكسيك لا تنسى الكهرباء، لا تنسى الهيدروكلوروزايسايد، لا تنسى السيفالوسبورين، لا تنسى الامينو جلايكوسايد. امينو جلايكوسايد خلاص يا شباب. هذا ايه مشينا كده شويه على علاج. نيجي بقى للبريفرال نيوروباثي برضه في الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي المريض هيشتكي من جاستريك باريسس، يقول لك يا دكتور الاكل ما بتهضمش، اديني حاجه تقرا. الحاجه اللي بنكتبها بالها يا اولاد ميتوكلوبرامات، لانه بروكينيتيك دراجز صح؟ بيحرك المعده مظبوط؟ هو عنده باريسز. ليه عنده باريسز؟ لانه عنده اوتونوميك نيوروباس. ليه اوتونوميك نيوروباس؟ زي ما زي بريفرال نيوروباس. يا سلام. والمريض ده يا اولاد لو وصل للمرحله ديت مش هيشعر بالهايبوجلايسيميا، برضه عنده ان اويرنس. ليه برضه؟ لانه زي ما عنده اوتونوميك في الجهاز الهضمي، عنده اوتونوميك في الجهاز الكاردوفاسكولار، مفيش بالبيتيشن، لان العصب بايظ نيوروباس. فيجي له هايبوجلايسيميا مسكين جدا هذا المرض. عشان كده ده من الخطا ان انا ادخله في تايت كنترول دايتس. لا كونفنشنال كفايه خالص. يقول له 8 8 ما انا هعمل ايه؟ واضح يا ولد الكلام؟ فده بعالجه بالايه؟ بعالجه بالميتوكلوبرامايد. لو جاله اسهال بديله ميتروندازول، بديله فانكومايسين، بياخد كوليسترامين. فاكرين الكوليسترامين؟ الكوليسترامين دوت اللي هو ده ريزينز، لانه بيعمل ادزوربشن للسموم وادزوربشن للبايل، والبايل عند مريض السكر بيعمل له دايرين مشروع يعني. دي اش يعني اكثر حاجه طبعا حاولنا نلم اللي هي اغلب المواضيع. ايه تاني عندكم ما تغطاش؟ او عايزين تسالوا فيه يعني؟ نكترنا دايرين مش كيف ميكانيزم؟ السبب يعني؟ والله هو يقال عشان الموتيليتي. طيب ليش علاج ريتنشن؟ يا ريتنشن يا انفكشن. يعني هو ما عندوش موتيليتي كويس، فبيحصل فيه ستيزيس زي اي حاجه. ستيزيس الاستيزيس بيجي لها سوبر ادد انفكشن، بالاضافه لضعف المناعه ممكن يجي له حتى فانجس انفكشن. المريض مسكين جدا. على فكره برضه من علامات، خلي بالكم كمان من علامات السكر عند المريض، ان لو جالك مريض كل شويه انفكشن كل شويه انفكشن، حتى لو خد بالك من حته كل شويه يقول لك يا دكتور بيطلع لي ستايلز كده، يا دكتور كل شويه خراريج، قول له حل السكر. دي حاجه. نمره 2 سيده كل شويه فاجينال انفكشن كانديدا. لو كنت دكتوره بتنسى كل شويه تجي لها مريضه يا اولاد فاجينا ريبيتد انفكشن مش طبيعي، يبقى عنده ضعف المناعه. ضعف المناعه من اهم اسبابها دلوقتي هو الايه؟ السكر. الحاجه الثالثه برضه اللي هو الامبوتنس. انا شفت مرضى كتير كده بصفه دي، الدكتور جلديه بيجي لنا مرضى كتير، فيقول لك مثلا تلاقيه شباب مثلا 45 سنه 40 سنه، ما تلاقي انت مش طبيعي يعني لسه صغير. فتساله على السيمتوم بتاعت الدايبيتس، عندك بوليوري بوليديبسي نص اوف ويت خلاص انتهى، حلل سكر تلاقي كده تقريبا 9. انا عملت من نيوروباثي يا دكتور؟ نعم من نيوروباثي
من طبعا بدون النيرف، بدون النيرف احسن من النيرف. طبعا للاسف الشديد يا اولاد عايز اقول لكم برضو اكمنه تايب 2 غالبا ايه سيمتومات تايب 2 ممكن مريض يدنه 20 سنه او 10 سنين او 5 سنين هو ما يشعرش ان عنده سكر، خاصه اذا كان ماي واخدين لكم معايا وخاصه اذا كان هو محافظ في الاكل بطبيعته وعنده سكر بس محافظ في الاكل ظهر عليه السيمتومز جامد. فيعني ما فيش فلوس اوف ويت عادي والحاجه دي يقول لك ده بس بروح الحمام بالليل كده مرتين ثلاثه بس انا عادي الحمد لله ونشيط وزي الفل ما عنديش اي مشكله. واخدين بالكم معايا؟ امال يجي ازاي للاسف الشديد؟ بالكومبليكيشن. بريزنتد باي كومبليكيشن. ايه الكومبليكيشن؟ يعني شوف بقى تخيل كده بريزنتد بنيوروباس او نيفروباس او بريزنتد من ضمن اعراض النيوروباس هو الامتا زي ما قلت لك. او بريزنتد بنيفروباس او حتى فيجوال ديستربنس لا عنده ريتناس. دي مشكلة يا فلك. غير تايب 1، تايب 1 سبحان الله بيكشف عن نفسه من بدري. وأول ومرضى كتير جدا من تايب 1 أول برزنتيشن ليهم دايبيتيك كوما. ما شفناها في الاستقبال، تلاقي مريضة صغيرة أو مريض صغير 17 سنة جاية في غيبوبة. أهلهم ما يعرفوش إن عنده سكر، ولا الدكتور يعرف، تاخد أنت ده كان كويس خالص وبيلعب، بس هو سخن شوية إمبارح، جاله شوية التهابات في الحمل، سخن وبعد بدأ يروح الحمام كتير، وبعدين اتدلوخ كده وراح مغمى عليه. هذا ايه؟ هذا مريض بتاع تايب 1 يعني يكشف عن نفسه بدري. ليه؟ ما عندوش انسولين. فلما يجي له ستريس يكشف عن نفسه، خش في كتو عايز يدوس عضل. واضح يا ولاد؟ لما تايب 2 مشكله ايه سيمتوماتيك؟ قدامه ايه سيمتوماتيك لمده طويله؟ ما بيجيلوش كتو اسيدوزس ليه؟ لانه عنده انسولين. في حته بس في غيبوبه ما اتكلمناش عنها برضو اعطيها لكم في تايب 2 كلمتين عنها برضو اللي هي الايه؟ نان كيتوتيك هايبر اوزمولار كوم. ايه دي تيجي ازاي يا ولاد؟ تيجي في تايب 2 نمرة واحد. المريض عنده انسولين. طالما عنده انسولين فما فيش كيتوز. خلاص؟ جاله ستريس. اخذ دواء زي الكورتيزون او الدايوريتيك. هو طيب تو خلي بالك وغالبا بيكون اولد ايج. جاله ستريس. مراته توفى. عنده يعني مشكلة. اخذ دواء غالبا بياخذ دواء فبدأ الكورتيزون يعلى يا اولاد. وصل كام؟ مش هصدقك ممكن يوصل 900. يا 900 وما عندوش كيتو اسيدوزس ده. طب ايه اللي هيحصل؟ طيب سكر عيلة خالص وبعدين نزل في اليوريا عمل ايه؟ بوليوريا جنبه بوليوريا جنبه ايه ده هيدريشن مع بتاع العليا اللي خالص والفسكوست بتاعت الدم جت غيبوبه هذا غيبوبه زي ديك بس ما فيش عنده اسيتون خلاص يا ولاد هذا اسمه عشان كده سموها ايه؟ نان كيتوتيك هايبر اوزمولار كوم خلاص طب بتعالجها ازاي؟ زي الكيتو اسيتوس بالظبط بس الفرق الاتي اولا ما في صوديوم بيكربونات صح؟ كميه الانسولين اقل لانه ما عنده يعني عنده انسولين هو اساسا غير تايب 1 كميه البوتاسيوم كل الحاجات كلها اقل شوي وبياخد فلويد كتير وبعدين انا في هذا المريض بديله هيبارين دي اللي بنضاف لي ليه بديله هيبارين يا اولاد؟ لان عنده زياده في التسكوس بس ودي برضه حاله يعني ايه كومن جدا تلاقوا في الناس كبار السن تايب 2 خلاص يا ولاد كفايه عليكم كده ان شاء الله حد عنده اي سؤال في السكر واضح الامور ان شاء الله طيب اتفضل السلام عليكم